هذه الحملة برعاية منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. النهاردة حلقة مختلفة عن كل الحلقات، حلقة تكريم ولفريق جراند، أول فريق يفوز ببطولة 2008 بدوري الحريف، فريق الوحيد زي ما قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات اللي حسم بطولة دوري الحريف مبكرا، هي البطولة التي حسمت بشكل رسمي حتى الآن. النهاردة تكريم لجميع لاعبي فريق جراند اللي شاركوا في البطولة وللجهاز الفني لفريق جراند بقيادة الدكتور شادي. هيكون النهارده معانا ان شاء الله ثلاث فقرات، خلال الثلاث فقرات هنكرم جميع اللعيبه اللي تميزوا وظهروا بشكل جيد جدا في هذه البطوله، اخلاقيا، فنيا، سلوكيا، مفيش ولا اعتراض، مفيش ولا مشكله طوال البطوله. بيسعدنا وبيشرفنا النهارده بيكون معانا في الفقره الاولى الكابتن شادي هشام والدكتور شادي هشام. دكتور ولا كابتن؟ الدكتور شادي هشام، مدرس مساعد كليه التربيه الرياضيه جامعه بنها. منورنا يا كابتن، ربنا يبارك في حضرتك. وخمسه من نجوم جراند، من على شمال الدكتور هشام خالد علاء ومحمد جمال وعمار عمرو وعمر حجاج وعمار صلاح. منورنا يا نجوم. البطوله كانت صعبه يا دكتور؟ اكيد كانت من اصعب البطولات اللي انا خضتها في حياتي. انا مدرب فريق اول في بنها وفي مصر التأمين في مركز شباب بطل السنه دي، بس من احلى البطولات اللي انا استمتعت بيها واحلى البطولات اللي احتكيت بيها، وكان منافسه شرسه بصراحه وكانت حاجه قويه جدا، وانا استمتعت السنه دي بدوري الحريف اول مشاركه لينا فيه، بس كان لقاء ممتع مع كل اللي كان في الاكاديميات اللي هي بقياده الكابتن جمال عبد الحميد، وكان في موهوبين نصر وكان في ارض اللواء، كلها اكاديميات محترمه، في ستيلا واسبانيا كلها اكاديميات محترمه. كانت منافسه شرسه جدا. الدوري كان في البدايه كان يعني كان الولاد داخلين اللي هو يعني مشاركه شوية. عاديه او مشاركه عاديه خالص، بس مع مرور الوقت هم اللي خلوني ان انا يعني ابتدني حته اللي انا لا لازم اقف، لازم نركز، لازم خلاص بقى في بطوله احنا داخلين بجد. فهي دي ما كانتش احد اهدافنا، بس بعد كده خلاص مع مجريات انت ما شاء الله عملت حاجه، يعني حاجه كانت غريبه شويه. انت اول اسبوع كنت باي، لقيت حضرتك جاي الملعب بتتفرج على الفرق وتشوف الفرق اللي انت هتلاعبها وقبل ما تلعب. هي فرقه البطوله او فرقه المنافسه بتبقى محتاجه تعب شويه، محتاجه التحضيرات، كل ماتش كان ليه رجالته وكان ليه لعيبته. فهي يعني كانت حاجه كده، يعني واخدين الدوري من اول يوم حاجه فير، حاجه جد يعني حاجه. فكان لازم نعمل كده. تمام. محمد جمال مواليد كام؟ 2008. خالد 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 الاول. خالد علاء مواليد كام؟ 2008. من افضل اللعيبه في البطوله يا دكتور شادي. خالد يعني شهدت فيه مجروحه. خالد ما شاء الله يعني جايب 7 اهداف في الدوري. خالد ده الهداف بتاعك؟ لا، محمد جمال 10 اهداف. تمام. خالد جايب 7 اهداف. خالد خلص ماتشات كتير ما شاء الله عليه في البطوله دي، في اخر ماتش خاصه في ماتش ستيلا كنا مغلوبين 2-0 في 5 دقايق. حاجه كانت يعني انت قلت البطوله ضاعت خلاص. انا قلت خلاص كل حاجه بتضيع. وبعد كده خالد حط جونين في المباراه دي، الجون الثالث والرابع اللي خلصوا البطوله. فخالد يعني شهدت فيه مجروحه، بس لعيبه مميزه، هو دلوقتي في المقاولين 2008 بس لسه ما تسجلش. تمام. خالد استفدت ايه من البطوله؟ استفدت حاجات كتير. زي ايه بقى الحاجات الكتير؟ الالتحام القوي وحب الناس. كنت مبسوط وانت بتلعب مع الفرق الثانيه؟ مين الفرقه بقى اللي اقوى فرقه انت لعبتها في البطوله كانت مين؟ موهوبين النصر وجمال عبد الحميد. موهوبين النصر وجمال عبد الحميد دول اقوى فرقتين لعبتهم في البطوله. وانت مركزك ايه في الملعب؟ نص ملعب ديفندر. نص ملعب ديفندر. محمد جمال اللي انت هداف الفريق. 10 اهداف. برضه استفدت ايه من البطوله؟ استفدنا اللي نلعب مع بعض، ما فيش واحد يلعب لوحده ونلعب مع بعض، وكانت البطوله صعبه علينا. اول بطوله تشارك فيها ولا شاركت في بطولات قبل كده؟ لا، اول بطوله. وعمار بعد كده مواليد 2008. عمار ولا كام؟ 2008. مركزك ايه في الملعب؟ شمال. جناح شمال. لعبت كل الماتشات ولا في ماتشات ما لعبتهاش؟ اول ماتشين.
اول ماتشين ما لعبتهمش، بعد كده لعبت كل الماتشات. المنافسه كانت عامله ازاي بقى في البطوله؟ منافسه قويه وكان اللعيبه قويه والكلام ده، والحمد لله كسبنا. وعمر عمر انت مسيطر في الفريق، ها؟ بتلعب ايه في الملعب؟ مساك لعبت كل الماتشات؟ في ماتشين طبعا المفروض كلنا نشارك، لكن في ماتشات محتاجه ناس وماتشات محتاجه ناس. انت والماتشات اللي لعبت ماتشين بس ولا ما لعبتش ماتشين؟ لا ماتشين بس ما لعبتش. كنت بتلعب الماتش النهائي؟ ايه. شفت بقى الماتش النهائي ازاي؟ طبعا كان منافسه جامده جدا، طبعا فريق ستيلا كان فريق قوي جدا. كسبتوه في 5 دقايق، كانت البطوله هتضيع منكم خلاص، في اخر 5 دقايق حولتوا خسارتكم ب2-0 ل4-2. ريمونتادا رهيبه. عمار مواليد كام يا عمار؟ 9. بتلعب ايه؟ مركزك ايه؟ جناح شمال. استفدت ايه من البطوله؟ استفدنا ان احنا بنلعب مع بعض ونحب بعض و كتير جدا. لعبت كام ماتش يا عمار في البطوله؟ 14 ماتش. لو اتكلمنا عن كل لاعب كده دكتور شادي، يعني انت زي حضرتك اتكلمت على خالد، شادي فيه مجروحه تاني بعيد تاني، شادي فيه مجروحه لعيب ان شاء الله يبقى يفتكروا اسم خالد علاء ان شاء الله منتخب مصر. خالد من احسن ديفندرات الموجوده انا شايفها في العمر ده في اي فرقه. احنا مشاركين في دورين، دوري الجيزه ودوري الحريف. دوري الحريف خالد لعب 14 ماتش، وفي دوري الجيزه مشارك في 11 ماتش لحد دلوقتي، بس انا ماتش الترسانه. فخالد ما شاء الله، يعني ما شفتش حد في المكان ده في اي فرقه ثانيه يعني اعلى من خالد. احنا بنحلق هي على الهواء، والكلام ده مسجل عشان بعد 10 سنين ان شاء الله، ولا اقل من 10 سنين رب لما خالد ربنا يكرمه يفتكرنا بس. محمد جمال. محمد جمال بدايته معايا من السنه اللي فاتت. محمد جمال كنا بنلعب، حكايته حكايه بسيطه كده، كنا بنلعب مدرسه عاديه في شبلانجا، احنا في بنها مكاننا في بنها، كان في مدرسه جايه بتلعبنا من شبلانجا، فكان محمد جمال حطيت عيني عليه، هو ولد كمان اسمه احمد خالد معانا في البطوله. فاحمد خالد ومحمد جمال كانوا افضل الاثنين انا شفتهم في المدرسه. فضمناهم، قعدوا شهر تحت الاختبار معانا الاول. بس دي حاجه مهمه، يعني انت مع انك اكاديميه انت شفت لعيب كويس وجبته وضميته. جبناه وضمناه، ومحمد جمال قعد معانا فتره اختبار شهرين عشان يخش على الفرقه، يعني مش اي حد، يعني الفرقه دي مش طبعًا. اي حد بيخش عليها طبعا، مش عشان حاجه، بس هي فرقه مميزه، فرقه لو انت حضرتك جيت ترجع مش كل من بنها، في من شبلانجا، في من منيا القمح 4، في من كفر شكر 1. فمحمد جمال كان من اهم الصفقات اللي جات لنا، مهاجم قوي ما شاء الله، محطه قويه جدا، سترايكر هايل، جايب في البطولتين حريف وجيزه حوالي 16 هدف، هداف الفريق. فبرضه محمد من الناس ان شاء الله رب العالمين هيبقى ليها مستقبل. محمد راح وديته في مكان ولا حاجه ولا لسه شويه؟ محمد بس ان شاء الله بنهايه السنه دي ان شاء الله هنزل اختبار في المقاولين. بس محمد ان شاء الله يعني بتنبأ له ان شاء الله اهلي، انبي، الفرق اللي هي بتحتاج مهاجم قوي محطه باذن الله. عمار. عمرو برضه حكايته، عمار من توخ. برضه جالنا في فتره كان فيها. تروح بنها بقى عمار من توخ لبنها كل تمرين ولا بتغيب؟ لا كل تمرين. ملتزم عمار من الناس الملتزمه جدا، مفيش تمرين بيغيبه. عمار مشارك معانا بحوالي 7 اهداف، حسم لقاءات كتير هو وخالد محمد جمال وعمار صلاح. وعمر طبعا الصخره بتاعتنا. فعمار برضه من الناس اللي هي المحترمه جدا، اللي انا عجبني بالرغم من مش اي حد ممكن يلعب حد جسمه قليل زي عمار. بس انا خدت عمار في ميزات كويسه، يعني عمار سريع، فينش كويس جدا، ما شاء الله رجليه قويه جدا من اي حته بيحط، لعيب ذكي عبقري في الملعب. فدي حاجه يعني خلتني اتمسك بعمار، ما شاء الله بيلعب جناح يمين جناح شمال، باك يمين باك شمال، بيلعب في اي حته فبلاقيه. يعني عمر حجاج ابني يعني، بادئ مع عمر من 4 سنين فاتوا. عمر له حكايه برده معايا كده، حكايه غريبه شويه. عمر كان بيلعب كاراتيه وبطل الجمهوريه. انا بقول لك هو عمر مسيطر، شكله مسيطر. عمر لعيب هايل، ربنا يبارك فيه بصراحه. فخدته يعني حتى كان في نقاش بيني وبين والده، قلت له يفضل يعني اللي هو لا كوره لا كاراتيه، كان قرار صعب جدا. يعني بطل جمهوريه وهيجي بعد كده، فهو بقى له 2 سنين وبيثبت دلوقتي ان هو من احسن المدافعين الموجودين في البطوله، ومن احسن المدافعين الموجودين دلوقتي معايا في الاكاديميه. عمار صلاح برضه 2009، الناس هتستغرب ان انا ازاي بلعب عمار صلاح 2009 بلعب اساسي، بس هو ما شاء الله 2009 بس جسمه يعني في برضه مميزات، جسمه يعني مميز، في مميزات رهيبه، الفينش بتاعه عالي جدا، سريع،
عمار مقاعد في الزمالك 2009. حاجه يعني تفرح، حاجه يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني اللي هو من احسن الهافات اللي بتلعب هاف يمين او هاف شمال في المرحله السنيه دي، وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني الزمالك دي استب لحاجه اعلى باذن الله رب العالمين يعني. ان شاء الله مش وصل الزمالك فكده اخر حاجه ان شاء الله. دي حكايتي مع دول ولادي يعني. دول كلهم اللي موجودين واللي مش موجودين لسه هيخش ان شاء الله، دول كلهم ولادي. فرقه تعبت جدا السنه دي اكيد، فرقه يعني حضرتك احنا مجمعينها من سنه، ده تعب سنه وشغل سنه. قوامنا احنا 20 بس، قوامنا اللي احنا قفلنا على نفسنا 14 لاعب بيلعبوا جمعه حريف وسبت جيزه، فانا بشكرهم. احنا كنا ساعات بنجيبهم يعني، انا بجيبهم بننام بنصحى ثاني يوم على الماتش على طول، تجمعاتنا الساعه 6 الصبح. فكنت بشكر دول الرجاله، دول مش لعيبه صغيرين صراحه. اكيد. خالد نفسك تلعب فين وتوصل لايه؟ نفسي العب في المقاولين وبعدين اروح بقى في الدوري الانجليزي. انت بتختبر في المقاولين دلوقتي، بقالك قد ايه بتختبر؟ بقالي شهر تاني. شهر. انت نفسك تكمل في المقاولين، مش نفسك تروح اهلي او زمالك، من المقاولين للدوري الانجليزي على طول زي صلاح والنني؟ نفسي اكمل زي محمد صلاح. وانت مثلك الاعلى مين؟ ميسي او محمد صلاح، رونالدو البرازيلي. في مكانك بقى ديفندر. ديفندر اسكو. اسكو عشان كده لابس 22. تلبس كام؟ وريني الفانيلا التيشيرت بتاعك. هو بيحب 22 عشان كده 22. محمد برضو طموحك ايه ونفسك توصل ليه؟ نفسي اروح للنادي الاهلي وبعدين احترف بره، و واسمه نفسي ابقى زي اسمه زي محمد صلاح ولعب حد في مكانك برضه. محمد انت بتلعب ايه يا محمد؟ بتلعب مهاجم. مهاجم. انت شايف مين يعني اللي في مكانك انت نفسك توصل له؟ محمد صلاح يعني مهاجم او تحت المهاجم يعني برضه. كريستيانو رونالدو. وفي مصر هنا شايف مين او المهاجم المصري؟ وليد ازارو. بس محمد الصايل مروان محسن باذن الله. ان شاء الله يبقى مهاجم مصر. اخترت رقم 9 ليه في الفريق؟ عشان بحب رقم 9 عشان وليد ازارو. عشان ازارو. يعني بقى ليه مشجعين ومتابعين ازارو هنا. عمار برضو انت نفسك توصل ليه وطموحك ايه؟ نفسي اروح نادي كبير طبعا وبعدين احترف والكلام ده. تحترف فين؟ فين يا عمار؟ في برشلونه ان شاء الله. ان شاء الله. وبرضو رقم التيشيرت بتاعك كام؟ 17. وري فريدرو عشان يظهر على الكاميرا 17. ليه اخترت 17؟ انا اللي اخترت. بقول الدكتور شادي هو اللي اختار. كان هو شبيه كريستيانو وناني في الحته دي، فانا حبيت اختار له الرقم ده. وفي مصر مين اللي بيعجبك من اللعيبه المصريين؟ محمد صلاح. محمد صلاح. ايه اللي بيعجبك في محمد صلاح؟ ان هو سريع وبيفنش على الجون جميل وقوي. بتتعلم منه حاجه؟ ايه اللي بتتعلمه منه محمد صلاح؟ لما بتشوفه كده وبتقعد تتفرج عليه ايه اللي بتتعلمه في الملعب؟ اللي هو بيعرف يفنش على الجون حلو قوي وهداف وحلو. عمر مثلك الاعلى مين؟ انا مثلك الاعلى مين؟ مين اللعيب اللي انت نفسك تبقى زيه؟ انت مختار رقم كام؟ وانت رقم التيشيرت بتاعك كام؟ 6. 6. افريد يا عمر. لمين يا عمر؟ اخترت عشان مين في منتخب مصر؟ الصخرة. اللي في والجمعة. والجمعة. انت لحقت وائل الجمعة يا عمر؟ ايه؟ اتفرجت على وائل الجمعة؟ تمام. ما لحقتش تشوف وائل الجمعة. بس هو عمر على طول يعني حتى في الترينج الشتوي يكتب لي زاروك اللي هو الصخرة. ايه اللي بيعجبك برضو يعني المدافعين في الوقت الحالي مين اللي بيعجبك فيهم؟ طبعا بحب فيه انه بيحيي على الكوره وبيستلم بيلعب لعب، ولما بيحط مهاجم بيجي عليه ما بيخافش. يلتحم جامد. انت كابتن الفريق ولا مين كابتن الفريق؟ عمر. خالد دلوقتي هو كابتن الفريق. خالد علاء يعني مش عشان هو يعني ليه حكايه معايا برضو في ماتش ارض اللي هو الدور الاول، كان عمر كان خالد كنا مغلوبين 2-0. الشوط الاول خالد حط جون و 2-1، عمرو نزل حط الجون الثاني بقينا 2-2. خالد في الفتره دي نزف، كان بينزف دم وقام جاي نزيف وقف ونزل حط يعني كان محسوب دقيقتين وقت بدل ضايع. خالد حط الجون الثالث اتحط بعد كده. كابتن محمد شعبان كابتن محترم جدا جدا، تمنى له طبعا الشفاء. كابتن محمد بيعمل عمليه جراحيه، حد محترم جدا، اصابه ملعب، فنتمنى له الشفاء ان شاء الله. ربنا يعافيه. خالد حط الجون الثالث يعني خلاص حطها والتصويبه في المقص، وبعد كده كابتن محمد شعبان صفر. فدي من الحاجات اللي يعني من مواقف الرجوليه، فعشان كده بعديها يعني اديته اشاره الكابتن يعني. تمام. عمار رحت الزمالك ازاي؟ ايه؟ رحت الزمالك ازاي؟ ثلاث سنين
انت بتلعب في الزمالك دلوقتي حاليا؟ 2009 نزل اختبارات من 3 سنين. رحت اختبارات، حد وداك اختبارات ولا 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 انت شافوك ازاي، ولا كنت بتلعب قصادهم ماتش؟ انا كنت بلعب ضدهم ماتش. بعد كده هم شافوني وخدوني، عملت اختبارات هناك ورحت بقى. هو رحت موجود هناك لحد دلوقتي في الزمالك. بتعرف بقى بتعرف توفق ما بين تمرين الزمالك وما بين تمرين جراند ولا والدراسه، ولا بتعمل ايه؟ لا الدراسه وتمرين جراند. وتمرين ده اهم حاجه عندك. في تمرينتين بيروحهم يوم الاحد ويوم الثلاث، دول بيروحهم اساسيين. انا بتنزل عن تمرين من حق انا. تمام. دكتور شادي، يعني الدوري السنه دي اكيد حضرتك يعني الاحتكاك احتكاك قوي جدا بصراحه، يعني ما شفتش دوري بصراحه، يعني احتكيت 14 مباراه كلهم، مش عايز اقول لحضرتك يعني من اول مباراه لحد اخر مباراه احتكاك قوي جدا. حتى النتائج هي اللي ممكن تقول، يعني اول ماتش يكون ماتش ستيلا، ماتش ستيلا بدانا فيه كان بدايتنا في الدوري 2-0. بعد كده بدانا الماتش اللي بعديه كان ماتش قوي، كنا بنلعب موهوبين مدينه نصر 3-1. بعديها كسبنا جمال عبد الحميد 1-0، ماتش كان قوي جدا. بعديها كسبنا مع كنا بنلعب ارض اللواء وكسبنا 3-2، فرقه قويه جدا 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 جدا، وعندهم كابتن محترم كابتن فرج عوده، من الناس المحترمه اللي الواحد يعني بصراحه سعيد بصداقته في البطوله. بعد كده كسبنا اسبانيا 4-0. بعد كده في ماتش دراماتيكي اتغلبنا 1-0 من تربيه رياضيه في ماتش اهدار الفرص السهله يعني، ومضيعين ضربه جزاء، وفي الاخر كده محمد جمال حط فينا جون كده اون جول عكسي. فده يعني. وبعديها نهايه الدور الاول كسبنا نجوم الاهلي 7-0. تمام. فنتائجنا يعني ما كنتش انا داخل على النتائج، ما بلعبش على النتائج، اكيد انا داخل احتكاك قوي. معايا 8 فرق في المجموعه، 8 فرق 7 فرق في المجموعه، 7 فرق محترمين جدا، وده كان احتكاك. ان حتى فاهم اولياء الامور من ساعه ما دخلت الدوري ان ده دوري محترم، دوري كويس، انا داخل احتاج كل هدفي ان انا اسوق الولاد دول. رقم واحد. رقم اثنين نعمل فرقه جماعيه محترمه. وده الحمد لله ربنا كرمني بيه السنه دي، الحمد لله رب العالمين، معايا فرقه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني. اول جيزه على زمالك وترسانه، اسماء كبيره طبعا. فان كنت بشكر بصراحه بشكر الرجاله تاني، الرجاله المحترمه اللي معايا 14 راجل، مش 14 ولد صغير. طبعا جراند، ما نقدرش نتكلم على جراند وننسى الاستاذ حسين حسنين. الاستاذ حسنين جلال يعني مؤسس وصاحب ومالك وداعم جراند. لا هو حد بروفيشنال، حد محترم جدا، واقف في ظهرنا دايما بصراحه، يعني موفر لنا الملاعب ليل نهار، اتمرن تعالى روح، بنتمرن على ملاعب كبيره، داعم لينا برضو، بيساهم معانا، بيساهم معانا في كل مشوار بنروحه، وبناخد باص كل يوم بيشارك معانا في الباصات. حتى في الماتش النهائي عمل لهم مفاجاه جميله وجاب لهم حاجه، عمل لهم تورته واحتفل بيهم وحضر، يعني كان وشه حلو في النهائي. هو احنا كنا اتنين، هو لما دخل كان 2-2، لما جه ربنا كرمنا وجبنا جونين. خلي بالك يعني انا يعني جمعني لقاء بيه، الراجل فعلا مش عامل اكاديميه الهدف منها الربحي او لا حاجه لا زي كده. الراجل لا الراجل عنده يعني مشروع قومي، وعنده امنيه حياته ان تلاقي لعيبه من دي بتلعب في الانديه وبتمثل المنتخبات الوطنيه. شريك محترم جدا معانا، شريك في النجاح قبل ما هو شريك معانا بالملعب، هو حد بروفيشنال تاني بعيد تاني، هو مش عايز يعمل مجرد اكاديميه، هو عايز يعمل حاله في فانها، حاله كويسه، حاله في فانها اللي تساهم وتخرج الاولاد دول للانديه بعد كده. فهو كل هدفه ان هو يخرج من حته اللي هي كاكاديميه لحته بروفيشنال شويه، يبقى عندي مجمع ملاعب، يبقى عندي المكان ده مكان فيه راس مال بعد كده يتحط، ملاعب تنس، في حمام سباحه. فهو بيفكر بفكر احترافي، ويعني ربنا يجازيه خير على اللي هو بيعمله. دكتور شادي انت نورتنا النهارده، واللعيبه اللي موجوده النهارده دي كلها نورتنا، وطبعا احنا هنقدم لهم دلوقتي يعني شهادات تقدير وميداليات بسيطه عبال حفل التكريم الكبير اللي هنعمله، هنكرم فيه كل الفائزين في دوري الحريف. احنا زي ما حضراتكم عارفين عندنا دوري الحريف في 5 مراحل سنيه، 2008 ده دوري، 2006 2004 و2000 و2002.
كل فايز بمرحله هو بطل دوري الحريف في هذه المرحله. في نهايه كل هذه المراحل هيبقى في حفل تكريم كبير جدا 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 على اعلى مستوى، هيشارك فيه كل الفرق اللي فازت بالبطوله واللي تاهلت للمباراه النهائيه. ولكن الان يعني تسمح لي يا دكتور شادي نسلم الولاد شهادات التقدير. كل واحد بتشيرت بتاعه بعد يجي يا خالد. توفيق يا خالد. سلم عليك. محمد جمال. تفضل. شكرا. يعني عندنا الكاميرا كده التيشيرت بتاعك. عمار. وعمر. واخيرا عمار. شكرا لنجوم هذه الفقره الدكتور شادي ونجوم اكاديميه جراند. هنطلع نشوف تقرير وبعد التقرير هنستقبل نجومنا وضيوفنا في الفقره الثانيه. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. فين ممتاز حارس المرمى داخل وحاطط الكرة. يا سلام يا سلام يا سلام. وداخل وهدف. لعب الكرة عبد الرحمن محروس لجوه الجون. فرصة كبيرة للمرأة مصر. فرصة كبيرة لكل لعيب. هنأدي أداء كويس إن شاء الله وهنكسب الدوري. الأداء كان يعني كان فوق المتوسط عندنا. التنظيم كويس قوي. المفروض نكسب أكتر بس يعني عملنا اللي علينا. جاي أحسن إن شاء الله. في تسويق للعيبة. لعيبة تروح أندية حلوة. بنساعد برضه في الاحتكاك. والله الدوري الحمد لله كويس. الدوري بصراحة حاجة مشرفة. الحكام ناس محترمة وناس عندها خبرات كويسة. وإن شاء الله نحقق البطولة وناخد البطولة. كل تركيزنا إن إحنا مركز أول. حيث يسعدني ويشرفني ان انقل لكم الوصف التفصيلي لمباراه كره القدم. السلام على اللعبه. بقول لحضراتكم في لعيبه ما شاء الله مميزه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه الشوط الثاني اعزائي احبائي المشاهدين. الهدف الثاني. افتتاحيه اليوم بين براعم دوري الحريف. مروه من فوق العرض. بدات يعني الإثارة والندية تفرض نفسها على هذه المباريات.
مشواركم في الدوري؟ والله اول حاجه الحمد لله على المكسب رغم الانسحاب، والحمد لله على الصعود قبل اي حاجه. بشكر لعيبه الرجاله، لعيبه محترمه. هكلمك على البدايات، طبعا كنا بنخسر في اول المباريات وتعادلنا مباريتين وخسرنا ماتشين، خسرنا ماتشين وتعادلنا ماتشين، بس الحمد لله كنت دايما بتكلم معاهم بعرفهم العبره بالخواتيم. اي حاجه في الدنيا العبره بالخواتيم، في مجال الكره بالذات اللي بيبدا كويس غير اللي بيفنش. دايما الابطال بتفنش كويس وهم ابطال ونجحوا، ومن رابع ماتش في الدوري والحمد لله ربنا كرمهم ما خسروش ولا ماتش، اتعادلوا ماتشين، ماتش بفعل فاعل طبعا وماتش تعادل عادي ايجابي في الملعب، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمهم، كسبوا 9 ماتشات ورا بعض وكسبوا 8 ماتشات ورا بعض فيستحقوا الصعود. الحمد لله ربنا كرمني عن 8 اهداف وانا مهدفين الدوري، وربنا يكرمني في اللي جاي وياخد مركز اول بنا هداف البطوله باذن الله. والحمد لله كابتن بيكو هو اللي بصراحه اللي هو اللي مطلعني، هو اللي معلمني الكوره، هو بصراحه انا كنت واقع هو اللي مصحصحني هو اللي جابني. هو كويس الحمد لله، يعني احنا بنتعلم منه كل حاجه برضو حلوه، واحنا ماشيين اول الحمد لله. بتستفادوا ايه بقى من الدوري؟ بنستفاد خبرات ومهاره ونتعلم حاجات من صغرنا. النهارده يعني في الاستعدادات اللي انتوا كنتوا مستعدين للماتش ازاي النهارده اللي انتوا لعبتوا؟ لا عادي، يعني احنا كنا يعني كنا بنلعب كويس الحمد لله. الحمد لله حلو. استفاد ايه من الدوري؟ ان احنا نتعود ان احنا نلعب دوريات لو دخلنا نوادي او كده. الاستعدادات اللي انتوا كنتوا مستعدينها للماتش النهارده استعدتوا ازاي؟ تمرين وحاجات. الحمد لله لعبنا 16 ماتش وصعدنا، ان شاء الله ناخد البطوله كلها. الاستعدادات النهارده للماتش كلمني عنها شويه. الحمد لله كابتن قال لنا العبوا كده ما تخافوش، الماتش كده كده اصلا خلاص احنا خدنا الدوري، العبوا براحتكم. الحمد لله على كل حاجه. هو الانسحاب يعني ايه ليه فايده لينا احنا بس هم ما لهمش فايده؟ عشان ايه؟ انت لما تنسحب احنا بناخد 3 نقط، انتوا بتخسروا ماتش يبقى انتوا كده بتهبطوا مش بتصعدوا. كابتن بقى الفتره اللي جايه بيتعامل معاكم ازاي؟ بيقول لكم ايه علشان انتوا خلاص صاعدين اول؟ الفتره الجايه بقى ناويين نشتغل. الحمد لله احنا يعني الفتره الجايه ناويين نشتغل على يعني ازاي نتاسس الفتره بقى اللي بعديها عشان نبقى احسن من الفتره دي. والله يا فرحه طبعا للفرقه كلها ان احنا صعدنا الحمد لله. بعد طبعا ما كابتن زي ما كابتن بيكو اتكلم ان احنا كنا ماشيين في الاول تحت خالص، كنا ماشيين عاملين نخسر، ويعني الحمد لله قدرنا نعوض ونبقى تاني ويعني كويسين، وفرق كتير كانت مرشحه ان هي تكسب احنا كسبناها على ارضها وكسبناها بره وكويس الحمد لله عملنا نتائج كويسه معاهم. والله الحمد لله احنا كنا في الدور الاول كنا واقعين وكنا بنعمل على قد ما نقدر، بس ما كانش عندنا توفيق. واحنا بصراحه يعني قلنا الدور الثاني الكابتن شجعنا ان نلعب ازاي، الدور الثاني نشد نفسنا ازاي، ادينا تمرينات بدني كويس ووقف معانا وتعب بصراحه معانا قوي. يعني الفوز كان مستحق لينا، وكانوا الفرق الثانيه كانوا فاكرين ان احنا مستهترين وكنا واعيين في الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله ربنا وقف معانا الفتره اللي فاتت دي كلها، وكابتن بيكو طبعا وقف معانا الفتره اللي فاتت وقال لنا العبره بالخواتيم. الحمد لله الاول على الثلاثه بونت، كابتن بيكو تعبان معانا بقالنا عاملين فتره اعداد علشان كده احنا بنسعى ان احنا ناخد مركز اول في البطوله. عايز اعرف ايه رايك ايه في دوري الحريف؟ دوري جميل الحمد لله، ويعني كويس التنظيم على اعلى مستوى وكل حاجه فيه كويسه. شايف ايه الاستفاده اللي بتستفادها من اللعب في المباريات؟ الاحتكاك وناخد خبرات من الملعب وكده ومن العيال ونلعب، يعني اللي ما بتلعبش يلعب كده. جميل الحمد لله يعني، بس كنا نتمنى طبعا الفرقتين يجوا عشان نكسبهم، يعني كده مش مبسوطين طبعا. كنتوا مجهزين كويس للماتشين النهارده؟ طبعا. بتتمرنوا ازاي بقى والكابتن بيمرنكم؟ جربنا كل حاجه البدني وكله جاهزين، ولنا مفيش لازم تضغطوا لقدام، مفيش حد يدافع خالص. هو دوري حلو في كل حاجه، يعني بعرفنا على ناس جديده واصحاب جدود، وكانوا بيعلمنا من اخطائنا قبل كده في الدوري الرمضانيه، وكل ده بيعلمنا من كده. الفايده اللي بتستفادها من الدوري؟ الاستفادة ان احنا بنكثف مهاراتنا. ما لعبناش اساسا، كنا بس لعبنا ماتشين والدين، وانا شايف فرقتي ادت اداء كويس. يعني انتوا كنتوا جايين جاهزين للماتش النهارده؟ ان شاء الله كنا جايين جاهزين. ايه الاستفادة اللي بتستفادها من الدوري؟
لو يبقى عندنا خبره ان يبقى متعودين على الماتش، عشان مثلا اما نيجي نخش دوري تاني يبقى عندنا استفاده من الدوري اللي فات. والله دوري حلو يعني، بناخد خبره من صغرنا وكويس يعني ان احنا دخلنا في الدوري. شايف الاستفاده اللي بتستفادها ايه؟ بناخد خبرات من صغرنا وبنتجهز لكل ماتش وبنتعاون مع بعض تمام يعني الحمد لله. ناويين بقى تشتغلوا ايه بعد نهايه الدوري؟ تعملوا معسكر ثلاث مواسم؟ اه باذن الله. هو الحمد لله احنا طلعنا مركز اول، وده نقط لينا، فايده لينا، وما الحمد لله على المكسب. كنتوا جايين النهارده عاوزين تلعبوا، كنتوا جاهزين للماتش؟ اه الحمد لله. برد لك النهارده على التعادل، عايز اعرف تعليق حضرتك ايه على المباراه. والله الحمد لله النهارده الولاد قدوا اللي عليهم، هو بس كان البدني واقع شويه، الولاد كان في ارهاق، الكره كانت بتخلص ببطء، كان في بطء شديد جدا، ده عشان ناتج عن المجهود اللي اتعمل. عملنا مجهود جامد امبارح، كان عندنا ماتش تقيل في الاسيوطي في النادي، الولاد عملوا عندنا اتنين اصابات، طالعين اتنين اصابات عندنا الولاد، كان ماتش تقيل امبارح فبدني واقع خالص النهارده. لرايك ايه في الماتش؟ والله ماتش كويس، كنا رايحين هجمات كتير على الخصم، ما كانش عامل هجمات شرسة علينا، واحنا كنا عاملين هجمات بسم الله ما شاء الله يعني، كنا بنروح كتير للجون، بس الجون بس الهجمات بتاعتنا ما كانتش بتخلص. شايف ايه سبب التعادل النهارده؟ سبب التعادل ان احنا كنا ناقصين شويه بدن شويه، وان شاء الله تيجي مع الكابتن. ما هو عشان الماتش بتاع امبارح كانوا بيلعبوا فما انا مش حلو، ما اتدربناش امبارح. تعليمات الكابتن كانت ايه؟ لا تمام، كانت حلوه. كان بيقول لكم ايه؟ كان بيقول لنا العبوا، بس هما اللي كان فيهم منهم نايم كانش بيلعب. طموحكم ايه في الفتره اللي جايه؟ تمام الحمد لله، لو هنلعب وهنكسب الحمد لله كويس. احنا كنا بنلعب رجاله بس يعني ما قدرناش نجيب اجوان عشان الاخطاء بس بتاعتنا، عشان الماتش بتاع امبارح كنا مستهلكين بدنيا، بس الحمد لله يعني احنا مركز ثالث يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا ونجيب اكتر. مركز ثالث يعني المفروض الماتشات اللي جايه دي ممكن لو كسبتوها كلها تتاهلوا تاني؟ لا هو الاول والثاني صعدوا خلاص، بس احنا ان شاء الله يعني عايزين نحافظ على المركز الثالث ما ننزلش اكتر من كده. المباراه كانت ماشيه تمام، بس اللعيبه كانت النهارده مهلكه من الماتش امبارح، وان شاء الله بالتوفيق. الكابتن كان بيقول لكم ايه بين الشوطين؟ كان بيقول لكم ايه تعليمات؟ كان بيقول لنا العبوا كويس، انتوا رجاله في الملعب عادي، خساره عادي، تعادل عادي، انتوا رجاله برضه. انا بحمد ربنا طبعا على الفوز في اخر ثلاث ماتشات، ودول طبعا ان شاء الله الحمد لله كده صعدنا باذن الله بنسبه كبيره. واحب اشكر كابتن محمود الشيخ بجد، شخصيه محترمه جدا، وهو فعلا يستاهل كل خير، ربنا يوفقنا جميعا. المرحله دي كانت مرحله صعبه جدا، اخر كام ماتش اتعاملت مع الفتره دي ازاي؟ انا والله كان عندي غيابات كتير جدا، بس الحمد لله ربنا وفقني وقدرت ارجع زي الاول يعني الحمد لله. استعدادات المرحله اللي جايه ان شاء الله حاول نفسي على البطوله باذن الله، وبشكر حضرتك على المجهود الكبير. طبعا الماتش كان صعب شويه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب على الفرقه، والحمد لله ضفت للكابتن صبري الكابتن الكبير بتاعنا اللي جابنا من بلدنا عشان نلعب دور محترم مع ناس محترمه وكده الحمد لله. قولي بقى في الفتره اللي فاتت كان مستواكم قل شويه، قدرتوا تتعاملوا ازاي مع المركز؟ لا الحمد لله كان مستوانا قل بس من كثره الماتشات وكده، بس الحمد لله. والله احنا كسبنا النهارده 2-1، طبعا معانا كابتن محترم جدا، التغيير اللي نزلهم هم اللي احرزوا الاجوان الاهداف. في اخر دقيقه جت ضربه جزاء للفريق المنافس، قولي بقى حسيتوا بايه في وقتها؟ والله احنا طبعا معانا نوير للاسف بتاعنا، وكنت واثق اصلا ان هو هيصدها، الحمد لله صدق. والله الحمد لله احنا تعبنا عشان كده ربنا ادانا، ومعانا جون اسد ومطمنين طبعا ان هو واقف وصدلنا بلنتي في اخر المباراه، الحمد لله ده طبعا مكسب كبير لينا نوير، وربنا يحمي لينا وكده. الكابتن بقى كان قال لكم ايه الشوطين؟ كنتوا طالعين متعادلين كسبانين 2-1، وكنتوا المفروض تحافظوا على الهدف ده. هو قال لنا لا، وقال لنا زودوا عشان احنا كسبانين فرق 6-0 الدور الاول، وكنا احنا كان نفسنا ان احنا نزود ثاني وكده، بس الحمد لله طبعا. لا برفق الحمد لله كنا محطوطين تحت ضغط جامد، وعندنا ماتشين ورا بعض الحمد لله ربنا كرمنا فيهم، والحمد لله كده صاعدين. شعوركم ايه بقى بعد الصعود تاني؟ فرحه تانيه خالص، وان شاء الله بنستعد للي جاي بقى ونرجع زي الاول، والحمد لله يعني على الفوز. والله الماتش كان صعب علينا، واحنا كمان يعني كنا لاعبين ماتش امبارح بالليل، فالنهارده يعني كلنا يعني كنا تعبانين مجهود وكده، بس الحمد لله يعني عشان احنا رجاله كانوا متقدمين علينا 1-0، بس احنا رجاله ورجعنا وجبنا هدفين، واتطرد مننا لاعب ماشي، وضربه جزاء في اخر دقائق الحمد لله الحارس بتاعنا وحش صداه، والحمد لله. وطبعا الفضل كله لكابتن صبري ثم للاعيبه الرجاله اللي في الملعب، والحمد لله يعني على الفوز.
اهلا وسهلا بكم من جديد. بعد ما شفنا الجزء الاول من فقرتنا اليوم وشفنا تقرير من دوري الحريف اللي التصفيات النهائيه بتقام فيه حاليا، بيسعدنا ويشرفنا النهارده اللي احنا بنستقبل في الجزء الثاني نجوم اخرين من نجوم اكاديميه جراند اللي تالقت وابدعت هذا الموسم. معنا الكابتن احمد غريب المدير الاداري لاكاديميه جراند ودينامو جراند. حبيبي يا كابتن. وخمسه من نجوم جراند، محمد عبد الرحمن ومحمود فريد واحمد خالد عمر شريف واحمد رجب. نجوم جراند دول اللي تالقوا وابدعوا زي ما قلت لحضراتكم في دوري الحريف مواليد 2008 وكل الناس كانت بتتكلم عليهم. كابتن احمد، يعني كنت لسه بتكلم مع الدكتور شادي، المنافسه كانت صعبه جدا في 2008. طبعا كانت المنافسه شرسه. كان معانا المجموعه بتاعتنا بتشمل ما شاء الله يعني ست فرق كمان، جمال عبد الحميد سبعة. يعني احنا الثمان فرق سبعه نجوم الاهلي اضافت علينا في الاخر تقريبا في اخر الدور الاول. فكان معانا جمال عبد الحميد، ارض اللواء اكاديميه قويه جدا. كان معانا موهوبين نصر، تربيه رياضيه، ستيلا، يعني اكاديميات كتير عشان الواحد ما ينساش، واسماء الاكاديميات. المجموعه كانت صعبه والمنافسه كانت صعبه جدا، الاكاديميات كلها كانت بتنافس على الرقب، كله كان عاوز ياخد الكاس، كله عاوز ياخد المركز الاول. يعني حضرتك شفت كمان احنا حصدنا البطوله وخدنا المركز الاول في الثواني الاخيره في المباراه الاخيره، وكنا مغلوبين كمان 2-0 في الشوط الاول بالزبط. جبنا اربع تجوان الحمد لله في الشوط الثاني، في اخر دقيقه جبنا الجون الرابع والحمد لله ربنا كرمنا، وكانت المباراه الفاصله اللي احنا نحسم اللقب الحمد لله. ومجهود الولاد اللي انا شايفهم يعني ان شاء الله نجوم مصر في المستقبل باذن الله، واتمنى لهم التوفيق وشوف لهم مكانه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. توقعت ان جراند يكون بطل النسخه الثانيه من دوري الحريف في 2008؟ يعني وانت داخل البطوله هل كان هدفك وطموحكم ان انتوا تنافسوا على البطوله، ولا كنتوا داخلين مجرد؟ والله انا مش هضحك عليك، احنا كانت المنافسه كانت رقم واحد. احنا الاكاديميه عندنا، احنا دي ثاني سنه لينا كتاسيس الاكاديميه، فاحنا كنا داخلين المنافسه كاحتكاك وعاوزين طبعا يعني حاطين في هدفنا الحصول على البطوله أكيد. بس ما كانش هدف رقم واحد. احنا كان همنا الاحتكاك واللي احنا نوصل بالولاد دول اللي احنا نشارك مع اكاديميات كبيره زي اللي قابلناها في دوري الحريف، واحنا كنا سامعين ان دوري الحريف دوري قوي وفي اكاديميات كبيره واكاديميات فرق، فاحنا كان هدفنا الاحتكاك والحمد لله ده وصلنا له وحققناه. بالاضافه كمان احنا بنشارك في دوري الجيزه، مع الوقت ومرور الدور الاول واحنا كنا متصدرين وكنا الحمد لله ما خسرناش تقريبا الا مباراه واحده بس طول الجولات كلها في الدور الاول في الدور الثاني، فكان بقى خلاص حطينا هدف لينا اللي احنا البطوله بتاعتنا مش لازم نسيب البطوله اكيد. فدي كانت حاجه، كانت حاجه صعبه احنا شغالين عليها، والولاد دي تعبت معانا كتير قوي عشان نقدر نوصل للحلم ده. محمد عبد الرحمن، استفدت من البطوله وكنت مبسوط وانت بتلعب؟ طبعا. ايه اللي استفدته، ايه اللي كان مخليك مبسوط؟ استفدت طبعا، كنا بنلعب كره على الارض، كنا بنلعب كره سريعه، كنا بنلعب مع بعض وربنا وفقنا الحمد لله. ايه، ما انت مركزك ايه في الملعب؟ انا مركزي وينج رايت. والماتشات الصعبه اللي انت واجهتها في البطوله كانت ايه؟ كنت لعبت ماتش جمال عبد الحميد، ولعبت ماتش ستيلا الاخير، ولعبت موهوبين النصر، لعبت ماتشات كتير. محمود، برضو كان في استفاده من البطوله بالنسبه لك ولا لا؟ اكيد طبعا، عشان اتاكد باجسام اكبر مني، وفي برضو كان اصغر مني، واستفدت كتير من البطوله دي. وانت مركزك بتلعب ايه في الملعب؟ بلعب ديفندر. لعبت كام ماتش تقريبا مع الفرقه بتاعتك؟ كتير. احمد، برضو كنت مبسوط وانت بتلعب ولا كنت مبسوط؟ ايه الاكتر حاجه كانت بتبسطك في البطوله؟ الحمد لله كنا بنلعب كوره حلوه. كنت بتلعب كوره حلوه. اصعب ماتش بقى انت لعبته في البطوله دي كلها كان ايه؟ ماتش جمال عبد الحميد اللي انتوا الاولاني ولا الثاني؟ انتوا تعادلتوا ماتش يا كابتن وكسبتوا ماتش. احنا كسبنا ماتش الدور الاول وتعادلنا ماتش الدور الثاني في اخر دقيقه، جون بالغلط فينا. بالظبط، يعني جون بالغلط كده برضو ايه، نيران صديقه زي ما بيقولوا يعني. عمر، اكتر حاجه عجبتك في البطوله ايه؟ كنا بنلعب كوره سريعه وكنا بنقابل اجسام اكبر مننا، واستفدنا حاجات كتير، استفدنا ان احنا نلعب كره على الارض وكره سريعه. احمد، كنت داخل يعني طموحك انت وزمايلك تكسبوا البطوله ولا ما كانش في دماغكم ان انتوا تكسبوا تلعبوا وخلاص؟ لا، كنا داخلين نكسب البطوله ونأدي اداء حلو. اداء كويس. كابتن، يعني جراند مختلفه شويه عن الاكاديميات اللي في بلها. ايه اللي بيميز جراند عن باقي الاكاديميات اللي موجوده في بلها؟
والله انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا اكاديميه جراند بدات في 2016 بالتحديد شهر 4 2016. كنا تقريبا احنا من اول الاكاديميات اللي بدانا فكره الاكاديميه اصلا في بن. ده كان من خلال الدكاتره بتوعنا اللي هم اتعلمنا تحت ايديهم في الكليه، على راسهم دكتور محمد مصالحي، دكتور محمد سعيد، دكتور مصطفى عبد الله، دكتور احمد عبد مردي. الناس دي هي بدات اول اكاديميه خاصه لتدريب كره القدم وتعليم كره القدم في بنها. كان الكلام ده سنه 2010 قبل الثوره تقريبا. كانت كليه اسمها اكاديميه التربيه الرياضيه، تمام، كانت دي في الكليه عندنا في الملاعب. بداوا الاكاديميه وبداوا الشغل فيها والتاسيس، وكان معانا ما شاء الله عدد كويس. بعد كده جت احداث الثوره طبعا، و2011 العمليه وقفت فما بقاش. بدانا بعد كده الحمد لله ربنا كرم، الناس دي كانت شغاله في انديه ومنهم ناس في نادي بنها وكان في ناس في القاهره. بعد كده بدانا ننشئ الاكاديميه بتاعتنا اللي هو الصرح بتاعنا اللي احنا بنحلم اللي هو يكون من اكبر الاكاديميات الموجوده في مصر وكمان نطوره. فتره قليله جدا بداتوا، بقت جراند علامه مميزه في بنها وفي القليوبيه، تمام، يعني تمام. انتوا نجحتوا في الحته دي. والله هو كان النجاح يعني انا عاوز النجاح ده كان ناس كتير دعمتنا فيه وسندتنا فيه، سواء اصدقاء او سواء معارف او كمان الولاد واولياء الامور ودعمهم لينا وثقتهم فينا، بالاضافه ان احنا الحمد لله يعني بنانا الموضوع حته اكاديميه شويه، بدانا على علم احنا نشتغل في الاكاديميه ونطور منها كمان لكل الاستاف اللي معانا ما شاء الله دكاتره في التربيه الرياضيه، بالاضافه كمان الاستاف بتاعنا كله اكاديمي خريجين تربيه رياضيه. فدي حاجه كويسه بالنسبه لنا ان هو درس اكاديميا في الكليه عندنا طبعاً. الاساسيات بتاعه الكوره عشان مش اي حد يشتغل في تعليم وتدريب الكوره. طيب انا هسالك سؤال مهم جدا في الحته دي، هل المدرب الاكاديمي بيختلف عن المدرب المدرسي ولا لا؟ بس بعد ما تقول لي كل واحد تقييمك ليه ايه وايه اللي بيميزه في النجوم الصغيرين اللي موجودين معانا. يعني لو بدانا بمحمد عبد الرحمن مثلا، انت شايفه ازاي؟ لا محمد عبد الرحمن يعني هم الولاد كلهم مبدئيا ما شاء الله عليهم. يعني نجوم، انا مش قادر اتكلم عليهم، ما اقدرش اتكلم عليهم. من افضل الفرق لسه قايلين، من افضل الفرق اللي كانت مميزين مميزين جدا. كان محمد ما شاء الله يعني بيجيد اللعب برجليه الاثنين، بيلعب يمين شمال ما شاء الله، قوي، بيعافر على الكوره بقى بالعاميه كده، ما بيعديش حد في الكوره، لا يعني راجل في الملعب. هو مركزه ايه في الملعب الاساسي؟ مركزه في الملعب وينج رايت، تمام. فهو يعني من الناس الثقيله قوي في الملعب اللي احنا كمان بنعتمد عليها بصراحه انا ودكتور شادي. مبسوط انت طبعا من الكلام ده محمد. محمود فريد كمان من المدافعين القويين جدا، كمان اللي هو ما حدش يقدر يعدي منه، هو واقف ورا مدافع. يعني انت كنت بتلعبوا بمين مدافعين في الحته كان دي؟ كان معانا احمد رجب ومحمود فريد، ومعانا عمر حجاج، ومعانا احمد عوده واحمد بدر، تمام. معانا خمسه ما شاء الله، يعني دول الترسانه بتاعتنا، دول خط الدفاع المنيع بتاعنا زي ما بيقولوا، خط بارليف. اكيد احمد خالد من الناس اللي اتطورت في وقت قصير جدا، وان شاء الله ليه مستقبل كويس، وفرق معانا في اخر ماتشين كمان، بالذات ماتش بتاع ستيلا اللي هو النهائي اللي احنا حصدنا منه البطوله. فرق معانا كتير لما نزل، غير في مجريات المباراه كتير قوي. مهاجم ان شاء الله محدش يعرف يكلمك يعني بعد كده، مهاجم مهاجم محترم، ليه برده ان شاء الله مستقبل كويس باذن الله في الكوره. عمر برده من الناس الكويسه، بس يعني ايه، عاوز يبقى خشن شويه، بس هو عمر برده من الناس القويه اللي بتعافر على الكوره. بس عاوز ايه، يبقى احسن من كده شويه، صح يا عم عمر؟ صح؟ احمد رجب برضو المدافعين القويين جدا اللي عندنا، زي ما قلت على محمود فريد، ما يقلش عنه في حاجه، يعني ما شاء الله عندنا الخمسه المدافعين دول السد المنيع بتاعنا. احمد انت بتلعب، محمد عبد الرحمن بتلعب مركزك الاساسي ايه في الملعب؟ وينج رايت. ومين بقى يعني نفسك تبقى توصل زيه، وطموحك ايه في الكوره عموما؟ انا طبعا بحب الكوره قوي، وانا اصلا وانا صغير كنت بلعب كوره وتعلمت كوره من وانا صغير. ما انت لسه صغير، انت صغير قد ايه؟ انا لسه صغير، عندي سنتين كده. تمام، ونفسك لما تكبر بقى تلعب في نادي ايه؟ عايز نفسي العب في نادي كويس، بس اهم حاجه يبقى بالنسبه لي حاجه حلوه. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. واللعيبه المصريه اللي بتعجبك وعايز توصل، نفسك توصل يعني تبقى زي اللاعب ده، مين بيعجبك؟ وليد سليمان. ايه اللي بيعجبك في وليد سليمان؟ هو مهارته حلوه وسريع، وهو بيعجبني كتير. هوده مركزك ايه في الملعب؟
أنا بلعب السنتر. وبرضو يعني نفسك توصل لإيه في الكورة؟ نفسي أحسن نفسي شوية علشان في الفترة الأخيرة رجلي كانت اتكسرت، فعشان كده بقتش أعرف زي الأول. بقتش بس بدأت بقى ترجع يعني في ماتشات الدوري. اتكسرت قبل الدوري ولا أثناء الدوري؟ لا قبل الدوري. أكيد رجعت في الدوري يعني استعدت جزء من مستواك ولا لسه برضو؟ استعدت جزء من مستواي بس مش كله. تمام. مين اللي بيعجبك بقى في الحتة بتاعت الديفندر دي في مصر؟ أحمد فتحي. وإيه اللي بيعجبك في أحمد فتحي؟ بيعجبني فيه ان هو بيعرف يشيل الكوره كويس. انت شايف ان في شبه ما بينك وبين احمد فتحي في اللعب؟ هو في شبه ان احنا الاثنين بنعرف نشيل الكوره. تعرف تقطع الكوره. احمد خالد برضو نفسك توصل لايه؟ كل لاعب كبير طبعا زي محمد صلاح، يعني مثال مصر كده زي محمد صلاح. كل لاعب كبير. وايه اللي بيعجبك في محمد صلاح؟ واللي سرعته. عمر نفسي ابقى في نادي محترم كويس وبقى زي كريستيانو. عنده مهارات كويسه، بيعرف يشيل سريع. وانت بتلعب ايه في يعني مركزك في الملعب ايه؟ راس حربه وينج رايت. وانت يا احمد؟ ديفندر. بتلعب ديفندر. برضه مين اللي بيعجبك في اللعيبه؟ بلديتنا سعد سمير. سعد بس سعد مدافع. يعني انت مين اللي بيعجبك في مركز الديفندر في وسط الملعب؟ احمد فتحي. احمد رجب يتميز اللي هو بيلعب مدافع وديفندر في نفس الوقت. تمام. كابتن احمد، خلينا نشوف تقرير مهم جدا عملناه من قلب اكاديميه جراند البنها. هنشوف اولياء الامور قالوا ايه على اكاديميه جراند، ونشوف اللعيبه زمايلكم اللي ما كانوش مشاركين في الدوري قالوا لكم ايه ووجهوا لكم رساله ايه، ونرجع مع حضراتكم مره اخرى. ازاي بشتغل توافقات مع الناس هنا واشتغل ازاي حركه رجليه جامد، ده اهم حاجه في لعيب الكوره. اهم حاجه في لعيب الكوره ان ازاي حركه رجليه بحرك بسرعه، يمين وشمال وترددات وسبرنتات بسرعه، والحركه دي كلها تبقى سريعه معايا بحيث يبقى احنا شغالين بشكل كويس. بصراحة هو في مميزات كتيرة، بس كنا عاوزين يعني كفاية أوي الاحتكاك. الاحتكاك حلو إن احنا مع أكاديميات تانية ديت، بيدي ميزة العيل، بيدي جرأة، بيدي العيل إن هو يتعلم من أطفال كتير زيه. أولا بعيدا عن التدريب، الكباتن منتهى الأدب منتهى الأخلاق،
يعني بجانب بقى الكابتن شادي حببنا لانه هو اول واحد مسك العيال وهي عنده 4 سنين، فالكابتن شادي بصراحه لا يعلى عليه. والحمد لله دوري كويس جدا وابرز لنا نجوم كتيره، والحمد لله كنا كويسين، بس الحمد لله زدنا مستوانا اكتر واكتر مع دوري الحريف الحمد لله. والحمد لله لما رحنا كلمة جراند لينا كنا حاجه كل اسلوب الراحه فيها موجوده، من ادب واخلاق واحترام ومعامله كويسه مع اللعيبه وتدريب كويس، والحمد لله كنا اكاديميه كويسه جدا بصراحه. الحمد لله احنا لما رحنا كان برضو لسه في الاول، تعليم كويس من هناك ودكتور شادي بصراحه يعني، والاكاديميه كلها والدكاتره الموجوده خلى مستواهم اعلى واعلى، فالحمد لله دلوقتي وصلنا لدور الحريف والحمد لله ربنا يسهل كنا احسن من كده كمان وكمان باذن الله. الحمد لله بفضل من ربنا بفضل كابتن شادي وتوجيهاته، ابني بقى حاجه يعني مثلا اساسيه في خط الهجوم في الاكاديميه بتاع جراند. لا دور الحريف دورة منظمة ودورة فعلا كل الأولاد استفادوا منها، حاجة كويسة للأولاد كلهم بصرف النظر عن مين أخذ الدوري ومين، كل العيال بتستفاد وبيستفادوا وبيتعرفوا على حاجات ناس أحسن ماشي، وبيتعرفوا مثلا على مواهب أكتر وتعليم أكتر بالنسبة للكورة يعني. والله احنا هنا اخترنا جراند عشان موضوع النظام وفي تعليم بجد يعني، احنا جبت ابني عشان يكتسب المهاره بجد، يتعلم ازاي يلعب يتحرك في الملعب، وفي اداره وفي كمان انسانيه يعني، مش تعليم نظام قديم، لا تعليم في احساس شويه انسانيه شويه، لا تنظيم كويس والحمد لله، وربنا كلل مجهود الكابتن شادي بتاعنا والحمد لله الدنيا تمام، يثق في جراند ويسيبها وهتبقى 100 100 ان شاء الله. دوري كويس والله، وما شاء الله الفرقه عامله نتائج كويسه، والفضل يرجع للكباتن برضو، وما شاء الله يعني ربنا يكملوا معانا خير. انا سمعت ان هم ناس محترمه وناس كويسين، العلاقه بينهم وبين اللعيبه مش علاقه كباتن ولعيبه، تحس ان هم خاطرهم الكبار، ناس بتتعب برضو عشان خاطر الجماعه دول، قال لهم الله يكملوا الاخر، في ناس بتزهق برضو من الجري ورا اللعيبه وكده، والمفروض يكمل معاه الاخر، ناس كتير تعبت عشان توصل. صراحه انا جربت اكاديميات كتير بصراحه، دي احسن اكاديميه انا اتعاملت معاها، والولاد مستواهم فرق جامد جدا هنا يعني، انا ولادي بقالنا كذا سنه، بقالنا حوالي 4 5 سنين وممكن اكتر في الكوره، الولاد الفتره اللي قعدناها هنا مش يعني احنا مثلا ما كملناش سنه، بس الولاد مستواهم فرق كتير جدا 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 صراحه، هنا ناس ممتازين بالامانه يعني، ناس هنا ممتازين جدا ومنضبطين، وانا حاسه ان هم يعني مسيطرين على والولاد بيحبهم جدا جدا. هو بصراحة المجموعة اللي هنا كلها محترفة، ما بين أساتذة جامعة ستاف جامعة دارس أكاديمي رائع جدا، وموهوبين محترمين محترفين، مش أعتقد هم مش ورا الموضوع أن يكون حاجة استثمار أكتر ما هم بيدوروا على حاجة كويسة يعملوها، وفكرة عندهم رائعة جدا. هل الدراسة بتأثر على ابنك ولا لا، ولا شايف أن دي حاجة ودي حاجة؟ شوف جايز أنا مدير مدرسة دولية اللي فيها ابني طالب فيها في نفس الوقت، هو ابني الصغير، وانا شايف ان عكس الرياضه اديته ثقه في نفسه اكتر، انا النهارده مستني معاه لغايه ما يخلص يومه ونروح، الساعه اللي يقدر يذاكرها في اخر اليوم ب10 ساعات لو ما كانش نفسين مستريح، هو مبسوط باللي بيعمله، حاسس ان عنده ثقه في النفس، وده دور الرياضه اللي بتعمله، مش مهم لازم يطلع لاعب محترف في العالم، يا ريت يبقى حاجه كويسه، ولكن مش لازم يكون كده، ولكن لازم امارس رياضه، وده اللي احنا بنشوفه وندور عليه. طبعا كان في اكاديميه قبل كده، بس انا لما جبته هنا حسيت بفرق جامد، حسيت هنا بفرق، في التزام، في ادب في البتاع، في قواعد التدريب، ومش اي كلام يعني، مش اي لعيبه بياخدوها هنا الاكاديميه، بحيث هو عاوز يعني يبقى اسمه برضه يبقى فوق، فمش اي لعيب بياخدوه كده بالسهل، او ان ياخده ما فيش عشان مقابل مادي او اي حاجه، لا هو عاوز يرفع اسم الاكاديميه، يبقى في تطور في الاكاديميه، وده بيتحسب باسمه طبعا. ولدين هنا بيلعبوا في الاكاديميه، بسم الله ما شاء الله الاكاديميه ممتازه وشغالين على احدث نظام، مستوى كويس، وولادي بيلعبوا في دوري الجيزه بسم الله ما شاء الله يعني. رايك ايه عامه في تيم العمل وفريق العمل هنا؟ لا ممتاز بصراحه، ممتاز يعني، والناس شغاله بجداره وعلى اكمل وجه يعني تمام. شايف ابنك اتطور في مستواه من ساحه الموهبه من سنه لسنه ولا لا؟ كتير طبعا، كتير كتير، هو اصلا هو كويس، بس هو زاد خبره طبعا، هو كويس بسم الله ما شاء الله شغال حلو يعني. متوجه الفريق العمل تقول لهم ايه؟
قال لهم ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، ونتمنى المزيد من الله سبحانه وتعالى عز وجل، وتكونوا في مستوى احلى من كده بكتير كمان. لا هي بصراحه اكاديميه محترمه جدا وتدريب عالي ومحترم، وداخلين دوري الجيزه 2005 ودي مركز اول ان شاء الله، وعاملين نتائج حلوه يعني. فرق بين اكاديميه جراند واي اكاديميه ثانيه بره، وليه اخترت اكاديميه جراند بالتحديد؟ لان كل فيها ناس محترمه بصراحه، وكابتن مصطفى وكابتن احمد ودكتور محمد كلهم ناس محترمه، والانضباط والسلوك اللي فيها. متوجهه اللاعبين الموجودين هنا في الاكاديميه واولياء الامور اللي بيجوا مع اولادهم هنا بيتعبوا، والفريق اللي عملت لهم ايه؟ بصراحه ربنا يوفقهم جدا، لان احنا برده معاهم في كل حته، في الجيزه وفي المنوفيه وفي كل حته، واخدين مركز اول وربنا يوفقهم. وفي عندنا برده 3-2 دخلوا الانتاج، وواحد مضى في طنطا، وربنا يوفقهم كلهم. ده حقيقي المجهود واضح على اداء الفريق، ناس بتجتهد، ناس بتشتغل، ناس بتعرف تشتغل صح، وبيتطوروا بسرعة كبيرة. الفريق اللي تم إنشاؤه أخذ فترة شهرين بالضبط لإعداد الفريق، وده يعتبر نجاح كبير بالنسبة للمجهود. أكاديمية لسه في البداية، فدي حاجة بصراحة يعني تحسب لهم ونشهد لهم بيها بالنجاح يعني. كيف دور الحريف اللي ابنك مشترك فيه؟ لا طبعا ده حاجة عظيمة وحاجة جميلة طبعا وحاجة مشرفة، وبرضو زي ما قلت لحضرتك أن طبعا لسه بداية، وأن هم ياخدوا ويوصلوا هذا التطور بسرعة والمستوى ده بسرعة، ده بصراحة يعني بتاع يعني يكاد يكونوا غلبوا فرق كتيرة وأكاديميات كتيرة، ولا داعي لذكر أسامي أخرى. ما شاء الله الأكاديمية معروف عنها الالتزام، واخدين بالهم من ولادنا، والموضوع بيبقى تربوي، وبحس إن هو أساسيات الكورة هم مهتمين بها جدا يعني، مش مجرد إن هي حاجة بس المادية وخلاص بالنسبة لهم يعني. ما شاء الله ممتازين وملتزمين بكل حاجة معانا، موفر لنا كل حاجه احنا عايزينها. اقول لهم ربنا يوفق الجميع ويستحملوا، وان شاء الله تشوفوا لكم كويسين وفي الظهر على طول يعني ان شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله، صراحه الكباتن هنا ممتازين، واللي عاجبني فيهم صراحه ان هم بيهتموا بالجانب الاخلاقي قبل التعليمي كمان. طب هل التعليم بيأثر على ابنك هنا؟ يعني هو بيجي هنا بيلعب في الاكاديميه، شايف انه اللعب هنا بيأثر عليه في التعليم في الدراسه ولا لا، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ لا بالعكس، انا شايفاه ان هو حافز جامد جدا ليه كمان في التعليم. متوجه اللاعبين هنا واولياء الامور اللي بتتعب ورا اولادها، تقول لهم ايه؟ استمر، لا صراحه يعني النتيجه حلوه حقيقه. ليه الفريق اللي عمل تقول له ايه؟ لا والله بشكرهم يعني، مجهود جامد والله، بالتوفيق ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله ويشوفوا حاجه كبيره. انا عندي ولدين هنا، باك شمال وكيبر فارس ورايا. اهلا وسهلا بكم من جديد. تقرير لا اجمل ولا اروع من قلب اكاديميه جراند بنها. شفنا ازاي اولياء الامور، وشفنا ازاي اللعيبه مبسوطه جدا بالانجاز الكبير اللي حققته جراند في اول مشاركه ليها في دوري الحريف. كابتن احمد، يعني لو كلمتنا شويه عن اكاديميه جراند، يعني شايف ايه برضو اللي بتتميز بيه الاكاديميه عن الاكاديميات اللي موجوده في بنها؟ شايف طموحك ايه في بنها؟ انتوا عايزين تعملوا ايه الفتره الجايه؟ والله انا قلت الاكاديميه تتميز شويه عن الاكاديميات الثانيه من خلال الاستاف بتاعها، الناحيه الاداريه بقى وتنظيم الاكاديميه من الداخل. انا قلت الاكاديميه الناس اللي قايمه على التنظيم او المسؤول عن الاكاديميه او الاستاف بتاعنا، الاستاف اكاديمي كله قايم على اعضاء هيئه التدريس في كليه التربيه الرياضيه جامعه بنها، خريجين كليه التربيه الرياضيه. عندنا الهيكل التنظيمي للاكاديميه شغالين بمواليد من 4 سنوات ل 12 سنه. عندنا مقسمين الاعمار، المرحلة العمرية مين تتماثل مع مين. أربعة عندنا 2003 و2004 ده عمر، و2005 2006 ده عمر، 7 و8 عمر، 9 و10 عمر، عندنا 11 و12 ده عمر. ده من أهم الأعمار اللي احنا مهتمين بيها دلوقتي، ده التجهيز للي جاي عشان نطلع مواهب زي دي.
عندنا الفرق بتاعت الأكاديمية، عندنا فرقة 2005 مشاركة في دوري الجيزة، عندنا فرقة 2008 مشاركة في دوري الحريف وبطل دوري الحريف الحمد لله، وعندنا 2008 مكملة المسيرة في دوري الجيزة إن شاء الله، وبنافس احنا نصعد ونلعب على النهائيات. فالتنظيم عندنا مهم، بنشتغل كمان في البرامج، ماشيين على لوائح الفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم، بنشتغل بالمناهج الخاصة اللي نازلة للمراحل العمرية، سواء بقى 6 سنين 7 سنين 8 سنين. توجيهات كمان المدير الفني اتحاد الكورة دكتور محمود سعد، فاحنا عندنا شغالين بكل الكلام ده كله، بالبرامج بالأدوات الحديثة بالتدريبات، نعمل ورش عمل للمدربين، دورات تثقيفية وتنشيطية، بنعمل احتكاكات وماتشات مباريات ودية مع أكاديميات أخرى ومع فرق، لعبنا مع أكاديمية ليفربول وأندرلخت البلجيكي، عملنا مع الأكاديميات أكاديمية نادي الأهلي، أكاديمية نادي الزمالك، مصر المقاصة، طلع الجيش، كل الكلام ده كله احنا شغالين عليه، اللي احنا عاوزين نعمل احتكاكات. في فكرة تسويقي بعد الاحتكاك ده، انك تودي لعيبة اندية، وهل فعلا وديت قبل كده لعيبة ولا لسه انتوا بتبدأوا في الموضوع ده؟ لا اكيد طبعا انا شغال، وهدف الاساسي كمان ان انا اسوق اللاعب، يعني انا بشتغل وبتعب انا كمدرب او المدربين اللي معانا في الاكاديمية عشان اشتغل مع الولاد دول ونميهم وطورهم، علشان بعد كده اسوقه ويروح نادي تاني يستفاد منه، وهو كمان الولد كمان يستفاد بعد كده. تمام. لكن هي الفكره انا مش قائم زي اكاديميات كتيره، اللي انا باخد الولد وبيفضل قاعد عندي لغايه ما يكبر في السن وبعد كده مش هيلاقي مكان يروح، لا انا بشتغل عليه من السن ده علشان بعد كده ابدا اشتغل عليه واسوقه ودي نادي. أكيد. وبعدين حتى كمان اولياء الامور، يعني انا بكون في منتهى الصراحه معايا ولي امري بيجي لي، انا بقول له اللي انا اقدر اوفره لك، انا اوفر لك ان المدرب بالعلاقات بتاعتنا يشوف ابنك بالظبط، لكن ابن حضرتك بامكانياته هو اللي هيروح. اكيد طبعا. لكن انا مش هوديه في نادي. أكيد. طبعا هو الولد بامكانياته هو اللي بيودي نفسه طبعا. اكيد المدرب بيبقى ليه بصمه في الموضوع مع التدريب والتطوير، لكن مش هو الدور الاساسي في الموضوع. لكن هو الولد هو اللي عليه الدور الاكبر في القصه دي. طبعا كابتن احمد نورتنا وشرفتنا النهارده، وكل النجوم بتوع جراند في الفقره الثانيه نورونا وشرفونا، ومع حضراتكم برضو هنسلمهم شهادات تقدير وميداليات مقدمة من برنامج الحريف وموقع المواطن الإخباري، اللي عمل معنا دور كبير جدا في رعاية النشئ والموهوبين، الأستاذ مسعد شاهين والبشمهندس ياسر والبشمهندس كرم، مقدمين الهدايا وهذه الميداليات التذكارية لهؤلاء النجوم. وإن شاء الله يعني نتمنى تكون الحلقة دي نستعين بها بعد سنوات أخرى، وهم بيلعبوا في أندية كبيرة، أهلي وزمالك ومحترفين برة، ويبقى برنامج الحريف هو أول من اكتشفهم وأول من وضعهم على طريق النجومية. هنسلمكم شهادات تقدير كابتن أحمد، كل لعيب هو في مكانه. محمد، محمود، مبروك. أحمد خالد، شكرا لنجوم الفقرة الثانية اليوم الدكتور أحمد غريب ونجوم أكاديمية جراند. هنطلع نشوف تقرير من دوري الحريف اللي أقيم يوم الجمعة والسبت الماضي، وبعد التقرير هنستكمل حلقتنا مع نجوم آخرين من أكاديمية جراند.
لك الف مبروك النهارده على الفوز وعلى الصعود. شايف الماتش ازاي؟ الله يبارك فيك كابتن. شايف ان احنا ان شاء الله اجتهدنا في التمرين وتعبنا وسمعنا تعليمات الكابتن، فعشان كده ربنا وفقنا بالصعود وان شاء الله ناخد البطوله. ايه احساسك النهارده بالماتش وانت داخل الماتش؟ انا كنت داخل مركز على الماتش، واهم حاجه عندي كنت افوز، عشان كده ربنا وفقني وشلت كذا كوره يعني. انا الحمد لله، والحمد لله على المكسب بسبب تعليمات الكابتن، نفذناها صح وكل حاجه والحمد لله وصلنا. ناس كتير، عمر حسن، احمد اشرف، محمد شريف، كتير. شايف الحمد لله احنا تعبنا في التمرين واجتهدنا، وكابتن شادي كان بيمرنا تمرين جامده، والحمد لله دخلنا وفوزنا، وباذن الله نصعد في ساعدنا في النهائي وهنكسب باذن الله. الاول بحمد ربنا على التوفيق النهارده، ان الماتش كان صعب جدا، دور قبل النهائي بخروج المغلوب، والبطوله خدت يعني اشد المنافسات بتاعتها بجد يعني. والماتش النهارده زي ما انتم زي ما الجمهور شايفه واللعيبه شايفاه، كان ماتش عصيب علينا فعلا، ان اكس خرجتنا في 99، فكنا جايين 2002، هي برده كانت العناصر الاساسيه برده في 99. بس الحمد لله، اولا انا بشكر الجهاز، المنظومه الكامله بجد على هذا النجاح، ان نوصل نهائي على مستوى القاهره بجد في ظل الغيابات والاصابات. انا من هنا برده عشان قبل ما انسى، انا بهدي الفوز دوت لاحمد قرقر وعمر بطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا على الفوز، و كان ماتش صعب قوي، متهيألي اصعب ماتش في البطوله. طبعا نص نهائي بيبقى ليه حسابات مختلفه طبعا. السنه اللي فاتت وصلنا للنهائي، والسنه دي ان شاء الله هنوصل للنهائي وصلنا للنهائي الحمد لله، ونحقق البطوله المره دي. السنه اللي فاتت الحظ ما حالفناش باخطاء، بس باذن الله السنه دي رايحين ناويين ان شاء الله احنا ناخد البطوله يعني باذن الله. الله يبارك فيك، والحمد لله النهارده الاولاد ادوا اداء طيب للغايه، وحققنا نصر جيد بهدفين لهدف. نحمد ربنا ان احنا وصلنا للمباراه النهائيه بدون خسائر لعيبه، المباراه كانت طيبه جدا. الفرقه الثانيه ادت مباراه طيبه، كانوا احسن، انما الخبرات كانت عند لعيبتي، انا لعبوا على الملعب ده كتير، وادوا مباريات خلال التصفيات مباريات جيده جدا. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، وننتظر ان شاء الله المباراه المقبله مين يكسب، اياكس ولا كولا. ان شاء الله في المباراه النهائيه احنا جاهزين ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اول حاجه على النتيجه ان احنا وصلنا نهائي، حاجه كويسه. تاني سيزون نوصل نهائي، السنه اللي فاتت وصلنا نهائي بس ربنا ما كرمناش. ان شاء الله النهائي ده هناخده باذن الله وهنكسب النهارده. بشكر زمايلي كلهم، في 4 5 كانوا بيلعبوا على الاصابات، مازن وانا بيدو وكذا واحد كان بيلعب على الاصابات، اللي عنده خلفيه واللي عنده ضمه واللي راجع من كسر بقاله شهرين ما لعبش كوره، والنهارده نزل يلعب بعد تمرينتين بس، فكلنا كنا رجاله الحمد لله. النتيجه كويسه، مش ادائنا بس ان شاء الله لسه في اللي جاي احسن نهائي ان شاء الله هناخده باذن الله. رايك في المباراه؟ الحمد لله رب العالمين. والله النتيجه الاول للولاد حصل في شد الولاد من النتيجه اصلا ذات نفسها، جونين في اول الدقائق في الماتش، ونتيجه الضغط برضو عليهم، كابتن شادي برضو توتر شويه عشان في جونين كان عامل حسابات تانية للماتش وكده، وفي برضو اولياء الامور برضو في ضغط عليهم، الولاد لسه سن صغير برضو، ده كله ضغط على الولد لسه ما يستعدش الضغط ده كله. الحمد لله، الحمد لله تعب سنه واحده، ونشكر الكابتن على مجهوده معانا النهارده. شايف زمالك اللاعبين كان مستواهم ايه في المباراه؟ كويس، تعب سنه كامله والحمد لله ربنا كرمنا النهارده. وجه كلمه لكابتنك. الكابتن من احسن الكباتن اللي في الدنيا طبعا، هو بيعتبرنا زي اولاده. هو ماتش صعب جدا يعني، هو يستاهل مش اي حد، واحنا بالتوفيق من عند ربنا وجهد كابتن شادي قدرنا نكسب النهارده. مباراه الشوط الاول من 3-2-1 لصالح ستيلا، الشوط الثاني اتغير تماما، كابتن احمد غريب والكابتن شادي قال لكم ايه بين الشوطين؟ قال لنا نركز شويه ونلعب الكره السهله علشان نعرف نعمل اللي احنا عملناه. الحمد لله هم يستحقوها يعني، البطوله دي من حقهم، ظروف ماتش وعده الحمد لله، ربنا ما ضيعش تعبهم. توتروا شويه، تعرف ضغط المباراه، لعيبه صغيره برده سنها صغير عليها ضغط كبير، بس الحمد لله قدروا هم رجاله بالتشجيع والكلام ده قدروا يحولوا النتيجه اللي هم يستحقوه، المكانه اللي هم يستحقوها الحمد لله. لعيبه رجاله بصراحه، ما ضيعوش تعبنا ولا تعبهم، ظروف كتير عدوا بيها، انت عارف بقى سن الصغير، ظروف الدراسه والتمرين، واتمرنوا كتير ونزود عدد ايام التمرين، بس الحمد لله يعني. كان الماتش حلو جدا، وانا بشكر الكباتن وبالذات كابتن عمرو، وبحب اكاديميه استيلا جدا بصراحه. الحمد لله كسبنا، وهي كابتن عمرو طبعا والكباتن كلهم جميل، والحمد لله كسبنا، وبشكر الكابتن عمرو احلى واحد فيهم، ولعبنا كويس والحمد لله لعبنا، كان جميل
واللعبة كلهم كانوا بيلعبوا حلو. شكرا. الحمد لله كسبنا 3-1 وبشكر أكاديمية سكتيلا وبشكر كابتن عمرو. كان جميل الحمد لله. بشكر كابتن عمرو قوي وبقول له الحمد لله. والله النهاردة الأولاد بصراحة لعبوا بطريقة كويسة، والماتش اللي كان قبل ده اللي هو خدوه بطولة الدوري والله أنا مبسوط منه جدا. الأولاد أدوا أداء كويس ويعني ما زعلتش على خسارة، لكن انبسطت إن اللعيبة لعبت كويس جدا. والماتش الأخير بتاع نجوم الأهلي ده اللي كسبناه 3-1 برضو كويس الحمد لله. يعني شايف يا كابتن منين اللعيبة المميزة معاك في الفرقة؟ والله أنا عندي لعيب يعتبر أول مرة يلعب النهاردة اسمه زياد، من المدافعين الهايلين، ويوسف الجون ورامز ده رامز عاطف برضو من الاجوان كويسة كان حلو وعدينا ان شاء الله الحمد لله. ايه الحمد لله يعني اللي هو عمل يعني معانا اداء حلو الحمد لله على كل شيء. احنا عدينا اداء حلو بس كان لنا نقطه تانية ونكسب ومبروك للفرقه الثانيه. والله يعني حاجه كويسه، وطبعا دي التصفيات بيبقى في ضغط على الولد شويه، بيبقى حاسس ان ايه خلاص البطوله قربت، فبيبقى قلقان، بيبقى الاداء اقل شويه. ليه؟ الولد بيفكر بخلاص بقى عايز ياخد البطوله بعد الموسم ده كله، عايز ياخد البطوله، فبتفرق معاه شويه في الاداء، الاداء بيبقى قليل شويه، بس الحمد لله. مباراه النهارده مع ابطال كانت مباراه صعبه، كان فيه هبوط في مستوى اللاعبين، سبب الهبوط ده ايه؟ هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه، ده سبب الهبوط، ان الولد بيلعب تحت ضغط، ضغط ايه؟ اللي هو عايز ياخد الثلاثه بونت، فالاداء بتاعه بيقل شويه. الحمد لله على الاداء النهارده وعلى النتيجه، واحنا استعدينا للاكاديميه الكابتن عيد والكابتن جمال عبد الحميد سعيد قوي جدا. انا خدت اللعيبه، عملت كذا ماتش ودي مع كذا اكاديميه، والحمد لله انا وكابتن محمد علاء وكابتن هاني استعدينا للفرقه كويس قوي. كابتن محمد علاء كان بيعمل متوشه وديه وانا كنت بعمل متوشه وديه، وكابتن هاني كان بيعمل متوشه وديه. الحمد لله احنا استعدينا كويس قوي. ان كابتن جمال عبد الحميد فرقه من اقوى الفرق، ما تهزمتش ولا ماتش، هي برده نفس الفرقه كسبتني في دوري المجموعات، بس الحمد لله قدرت اتعادل معاها النهارده. وكابتن عيد كنت بتابعه في المجموعه الثانيه، فرقه محترمه برده، الحمد لله قدرت اكسبه 1-0. الماتش كان حلو النهارده، لعبنا بعد رجوله، نزلت في الشوط تاني وحاولت اجيب جون وحاولت العب مع زملائي، والحمد لله كسبنا وان شاء الله ناخد البطوله. كنت شايف المباراه حلوه والحمد لله يعني قدرنا نتعامل معاها بشكل جيد وكسبناها، رغم ان احنا كنا بنلعب ماتش قبلها وتعادلنا مع فرقه قويه جدا جدا، وقدرنا ان احنا نكسبه يعني، وهم كانوا مريحين، بس قدرنا نتعامل مع المباراه بشكل حلو وكسبناهم 1-0 والحمد لله يعني. وكابتن ابراهيم بشكره جدا جدا جدا. والله الحمد لله اللعيبه ادت اللي عليها، اللي جاي احسن، احنا طموحنا طبعا في المركز الاول ولسه في امل لينا، وان شاء الله بنطمع ان احنا ناخد الثلاث نقط الجايين وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. هتدخلوا يا كابتن الموسم الجاي في الدوري ان شاء الله ولا ايه طموحكم؟ رب احنا زي ما كابتن جمال مرسي قال، احنا بنطمع ان احنا نبني جيل يكمل معنا فتره كمان، نبني جيل كويس. احنا لعيبه عندنا زي ما كابتن جمال قال برده 2008 تريكا، عندنا لعيبه تكمل معانا موسم جاي واثنين وثلاثه، فاحنا ان شاء الله مكملين وداخلين الدوري باذن الله. لا الحمد لله النهارده اللعيبه في الماتش الثاني كانوا هايلين فعلا، ادوا اللي عليهم جدا والتزموا بالتعليمات وقدروا يجيبوا جون والثاني والثالث وقدروا يكسبوا الماتش النهارده، وانا بحييهم على الاداء الرجولي ده. شايف يا كابتن مين اللعيبه المميزه معاك في الفرقه؟ انا عندي لعيبه كتير كلهم مش عارف اذكر لك مين وايه ولا مين، بس عندي كريم سليمان، عندي محمود ابراهيم، عندي محمود ماهر، لعيبه كتير جامده جدا. النهارده الماتش حلو وكسبنا 3-2، والنهارده بقول الماتش حلو.
اليوم هيبقى يوم جميل قوي، احنا موظفين له بقالنا فتره بننظم فيه معرض الانشطه بتاعه الطلاب والحفله، هنعمل حفله الربيع، وطبعا احنا شرفنا باستقبال اولياء الامور لامور ولادنا واولياء امور الجدد برضو موجودين معانا. واليوم المقصود به يبقى تجمع لجينيوس، ويبقى تقليد ان شاء الله دايما موجود في المدرسه، وبنسميه يوم ربيع جينيوس، ودايما يبقى فيه كل سنه مسابقات وافكار متجدده عن السنه اللي قبلها. ممكن تكلمي عن الاستعداد كل اليوم ده؟ بنستعدله بقالنا فتره، طبعا طلبنا من الاولاد الانشطه بتاعت المواد الدراسيه وجابوها فعلا المعرض موجود ممكن تصوروا بعد كده، وتدريبات الكي جي في انترناشونال داي، وان شاء الله الاولاد جايين لهم سيرك ومسابقات والعاب. كل ده طبعا مع الناحيه التنظيميه خدنا لنا وقت، كل ده ماشي مع الناحيه التعليميه والثقافيه والدينيه، كله ماشي مع بعض ومتوازي كمدرسه متكامله طبعا، والرياضيه كله ماشي مع بعض في مستوى واحد. النهارده يوم جميل جدا من اجمل ايام مدرسه جينيوس. احنا متعودين كل سنه بيبقى فيه احتفاليه في فصل الربيع، احتفال بفصل الربيع، فالسنه دي كانت فكره مميزه قوي ان احنا نستعين ببعض الفقرات ونخلي اولياء الامور يشاركوا المتعه مع اولادهم. في مسابقات هيشترك فيها الطلبه مع المدرسين، في وجبات من مختلف دول العالم، في الانترناشونال دي لمرحله كي جي، الاولاد الاطفال بيعملوا فقرات من كل دوله ان شاء الله. في طبعا برضو حاجات معروضات مختلف. في بدايه الاحتفال كان افتتاح معرض التربيه الفنيه والانشطه، عملنا فكره جميله قوي، اولياء الامور شاركوا مع اولادهم في عمل وسائل تعليميه للمواد المختلفه اللي هم الاولاد بيدرسوها. عايزه اشكرهم جدا لان طلعوا غير المتوقع خالص. النهارده ربيع، النهارده يوم جميل اكيد. النهارده اليوم جميل والمدرسه حلوه وكل اللي فيها حلوين، بمدرسينها، بالمديره، باولادنا، بكل اللي فيها. من زمان على فكره مش من دلوقتي. شايفه استفادت حضرتك ايه من استفاده الطفل النهارده من يوم زي ده؟ لا، كل حاجه، كل حاجه ممكن تتخيليها، رياضه، تعليم، الحفلات هنا جميلة جدا، بنشارك معهم في كل حاجة ممكن تتخيليها. يعني رأي حضرتك ايه في مشاركة ولي الأمر؟ حاجة جميلة جدا طبعا ان انا اشارك ابني في كل حاجة بتحصل في المدرسة. والله هو بالنسبة لان هو اول مرة الحفلة تقام في المدرسة، فهي كويسة، شيء كويس، لان احنا بنتعرف على بعض كأولياء امور، وابني مبسوط ان انا موجوده معاه في يوم في المدرسه. ان جينيوس مش محتاجه ان هي صراحه، يعني لان المدرسه مستواها التعليمي والتربوي جيد جدا. رأي حضرتك ايه في مشاركه اولياء الامور ليوم زي ده؟ هو بالنسبه لي انا شخصيا شيء كويس جدا، وابني كان مصر ان انا ابقى موجوده معاه علشان يبقى هو بيحس بالفرحه والسعاده لما يبقى والدته او والده مشتركين معاه في حفله زي ديت. والله جميل، حلو، تمام، يعني مبسوطين، وكفايه احنا مع الولاد اولادنا وبنلعب. رأي حضرتك ايه في مشاركه ولي الامر؟ حلو برضو، بتدي فرصه برضو ان احنا نقرب من اولادنا شويه في المدرسه، بنعرف مستواهم كده يعني. حضرتك بقالك كام سنه في المدرسه؟ 3 سنين. كل سنه بيحصل انشطه، يعني كلمينا عن انشطه بقى اللي بتحصل، رأي حضرتك فيها ايه على مدار السنين كلها؟ لا، كويسه، حلوه. كنا في مدرسه قبل كده ما كانتش كويسه، بس من ساعه ما جينا هنا ولادي اتحسنوا. اليوم جميل ما شاء الله عليه، في يعني كوكتيل من الانشطه، وال ويعتبر مهرجان ناجح. يعني شايف ايه الاستفاده اللي ممكن يستفادها الطفل من يوم زي ده؟ تجديد نشاط وحيويه. هل ممكن ياثر على مستوى الدراسي؟ لا بالعكس، ده بيزود قدرته ان هو يركز في المذاكرة في الأيام اللي جاية. حنين، إيه رأيك النهاردة في اليوم؟ حلو. اتبسطتي؟ أوي. كلمينا بقى عن اليوم، هتعملوا إيه بقى؟ هتاكلوا، هتلعبوا؟ هنلعب، وبعدها نتغدى، وبعدها نشوف فركة الساحر. نفسك اليوم ده يتكرر؟ إيه رأيك النهاردة في اليوم؟ جميل. اتبسطتي النهاردة؟ هتعملوا إيه بقى؟ هنعمل عروض إن شاء الله. هنعمل عروض ان شاء الله. عروض ايه؟ السيرك والاكل والعروض المسرح. يوم جميل، واكيد يوم يتكرر تاني. يعني اتبسطتوا النهارده؟ طبعا. عملتوا ايه بقى؟ هتعملوا ايه في الفقرات؟
السيرك هيجي وبعد كده هناكل بعد كده السيرك هيجي وبعد كده هنروح. يوم جميل قوي. انت لابسه بقى لبس التنكري؟ ايوه. ايه الفقرات اللي هتعملوها النهارده؟ هعمل فقره انجليش بس. اوكي. احكي لنا بقى عن الفقرات اللي هتبقى موجوده في الحفله. السيرك والاكل. السيرك والاكل وفقره السحر كان حلو جدا، واشترينا العاب حلوه واتبسطت. اتبسطت النهارده قوي؟ اه. نفسك اليوم ده يتكرر تاني؟ اه طبعا. استفدت ايه بقى النهارده؟ يعني اتبسطت مع صحابي كلهم. كلمني عن الحفله، ايه اللي هتعملوا ايه بقى دلوقتي؟ تلعبوا الاكل؟ هنلعبوا طبعا، وبعديها هنتغدى، وبعديها هنسمع فقره السحر وهنقعد نلعب. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. زي ما قلنا في بداية الحلقة، دي حلقة خاصة وحلقة من نوع خاص، حلقة لتكريم أبطال أكاديمية جرانت. مجهود كبير معمول من المدربين ومن اللعيبة، بيشرف على الأكاديمية مجموعة كبيرة جدا من المدربين، من أفضل المدربين في الأليوبية. كان معنا في الجزء الأول الدكتور شادي، وفي الجزء الثاني الدكتور أحمد، ومعنا في هذا الجزء الأخير اثنين من كبار المدربين والدكاترة في كلية التربية الرياضية وأكاديمية جراند. يعني بيسعدنا ويشرفنا الأول الدكتور محمد مصلحي، بنرحب بيك، والدكتور أحمد مردي، بنرحب بيك ونورنا، وأربعة من نجوم أكاديمية جراند، أحمد بدوي وعبد الرحمن الشناوي ومحمد بركات واحمد عوده. دكتور مصلحي، المنافسه كانت صعبه جدا، كنا بنتكلم عن المنافسه في دوري الحريف، وكنا بنتكلم عن الانجاز الكبير اللي حققته جراند في اول مشاركه ليها. هل اشتغلتوا على ده قبل البطوله، انكم تدخلوا تنافسوا على البطوله، ولا كان هدفكم ايه وطموحكم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر حضرتك وبشكر اسره البرنامج على التغطيه الجميله والدوري القوي والتنظيم الهايل والشكل والاداء المشرف اللي الدوري ظهر بيه ده اولا. ثانيا، احنا اكاديميه جراند كفكره، احنا كنا مجموعه من دكاتره في كليه التربيه الرياضيه، عملنا اكاديميه قبل الثوره، ولكن طبعا الظروف اللي حصلت واللي مر بها البلاد وقفنا النشاط. بعد كده عملنا الاكاديميه دي، كان هدفها ان احنا نوصل بالولاد والبراعم بتوعنا لمستوى تنافسي جيد. أكيد. ونوصل مجموعه من اللعيبه منهم الى ان هم يحترفوا في العديد من الانديه ويظهروا بشكل لائق. تمام. فطبعا بالتعاون مع الدكتور احمد والدكتور مصطفى والدكتور مصلحي والدكتور شادي، بدانا ان احنا نحط نظام، بدانا نشتغل عليه، قسمنا مراحل سنيه بدانا نشتغل معاها، حطينا برامج تدريبيه مناسبه لكل مرحله سنيه، وبدانا ان احنا نشتغل مع الاولاد. فبدانا بفرع واحد، وبعد كده فتحنا الفرع الثاني والفرع الثالث، والحمد لله ربنا اكرمنا في دوري حريف، ظهرنا بشكل لائق. ده طبعا المجهود ده بنرجعه لربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، والمقام الثاني مجهود المدربين والدكاتره اللي تعبوا معانا. اكيد. دكتور احمد، مجموعه المدربين اللي شغالين في الاكاديميه او اللي بيشرفوا على الاكاديميه معظمهم خريجي التربيه الرياضيه او دكاتره ومعيدين في كليه التربيه الرياضيه، شايف انت الناحيه الايجابيه اللي بتنعكس على الاكاديميه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنشكر حضراتكم على التغطيه الجميله دي وعلى الدوري الحريف، الدوري المنظم القوي، احتكينا في احتكاك قوي، الاولاد استفادت. فضل من ربنا علينا ان احنا مجموعه المدربين عندنا كلهم خريجين تربيه رياضيه مؤهلين بشكل جيد، بيعرفوا كل مرحله سنيه ازاي يقدروا يتعاملوا معاها، ايه المتطلبات اللي موجوده لكل مرحله سنيه سواء كانت بدنيه او نفسيه او اجتماعيه. بصراحه ده نتيجه الدراسه، فبيبقى افضل للاولاد، الاولاد بتستفاد اكتر. الحمد لله ده تخصص، ودايما أكيد. التخصص بينجح طبعا. ابو حميد، احمد بدوي، شاركت في كام ماتش السنه دي، وايه اللي انت استفدته من الدوري؟ الحمد لله بفضل ربنا وعرفنا نعمل مجهود وكسبنا الدوري الحمد لله. انت استفدت ايه بقى من كتر ما لعبت في الماتشات بتاعت الدوري؟ استفدت الكابتن شادي تعب معانا، والكابتن احمد عمردي، والكابتن محمد مصالح. اكيد. الشناوي، عبد الرحمن الشناوي، بقالك قد ايه في الاكاديميه؟ انا بقالي سنه. بقالك سنة، مبسوط إن أنت موجود في الأكاديمية؟ وأنت بتلعب في دوري الحريف، إيه اللي كان بسطك في الدوري؟ اللي كان بسطني إن إحنا الحمد لله خدنا الدوري.
وشكر للكابتن شادي والكابتن احمد عبد المرد والكابتن محمد وكابتن احمد غريب. وانت يا بركات ايه اللي عجبك في الدوري وايه الاستفاده اللي انت استفدتها؟ الحمد لله بسم الله الحمد لله كسبنا بالدوري وتعب الكابتن شادي والكابتن احمد عمرو والكابتن محمد مصلحي وكسبنا في الدوري الحمد لله. وانت كنت مبسوط وانت بتلعب في الدوري ولا لا؟ احمد عوده ايه اللي استفدته من الدوري؟ استفاد الكابتن شادي بيتعب معانا. كابتن شادي بس؟ كابتن محمد مصلحي وكابتن احمد عمرو. دكتور لو اتكلمنا على يعني الاثنين اللعيبه اللي هم جنبك احمد بدوي وعبد الرحمن انت حضرتك شايفهم ازاي وشايف تقييمك ليهم ايه؟ والله انا شايف ان مجموعه من البراعم حيلين مستواهم مستوى جيد جدا والحقيقه معظم الاولاد اللي هم عندنا في البدايه كان المستوى وصل مثلا من 5 من 10 الى 8 من 10 وان شاء الله في تطور. والمكسب الاهم ان الاولاد دول حصل ليهم من الناحيه النفسيه والناحيه الاجتماعيه ان هم اندمجوا في وسط المجموعه طبعا لان احنا بنهتم بالناحيه السلوكيه والاجتماعيه قبل موضوع الكوره أكيد. وده طبعا بيرجع لربنا سبحانه وتعالى والمجهود الدكتور شادي معاهم والحقيقه الاحتكاك القوي جدا جدا في دوري الحريف اللي افرز لينا المواهب واظهر لنا الاولاد دول وقدراتهم وامكاناتهم ان شاء الله اللي تاهلنا ان احنا نقدر نسوقهم في الفتره الجايه وفي المرحله الجايه ان شاء الله. احمد بيلعب ايه في الملعب مركز؟ احمد بيلعب باك شمال. شايف ايه اللي بيميزه؟ اهم حاجه بتميزه اولا الناحيه الدفاعيه عنده كويسه بيسلم وبيستلم سهل جدا بمجرد ما الكره بتتقطع منه هو بيأدي واجباته الهجوميه بيبدا يرجع ويدافع بيسمع تعليمات الدكتور شادي بينفذها ما بيحاولش ان هو يلعب حاجة هو مش عارفها أو حاجة فوق مستوى قدرته لا بيلعب اللعب البسيط والسهل اللي يحقق الهدف ويوصلنا اللي احنا عايزينه. عبد الرحمن حارس واعد ربنا يوفقه إن شاء الله كان في بداياته كان عنده بعض الأخطاء البسيطة اللي الكابتن محمود ممدوح طبعا معانا شرفنا مدرب الداخلية وعدة أندية في الدوري الممتاز كان مدرب في السعودية وفي عدة دول خليج عدة دول من دول الخليج بدأ يشتغل على التفاصيل البسيطة اللي هي اللي عنده دي بدا يحسن الفوت وورك والاداء بتاعه ما شاء الله بدا مستواه يعلى ويظهر بمستوى كويس. دكتور احمد محمد بركات ما شاء الله محمد بركات ده من افضل اللعيبه اللي موجوده عندنا في الاكاديميه لعيب موهوب بالفطره بيلعب هاف يمين وهاف شمال بصراحه هو لعيب جوكر اتطور بشكل كبير قوي بقى له سنه معانا الحمد لله اتطور بشكل كبير قوي معانا وبيفيد الفرقه اكيد ده اضافه قويه. احمد عوده ده لعيب جوكر يعني ما شاء الله هو بنوظفه باك شمال ممكن يلعب مساك عنده رجل ما شاء الله قويه جدا رجل ذهبيه يعني تصويباته قويه جدا فبيفيد الفرقه بشكل ايجابي ومن افضل اللعيبه اللي عندنا برده في الاكاديميه. يعني في كنت قاعد مع الحاج حسنين او الاستاذ حسنين وقال لي على حاجه جميله كده اللي هي روح التعاون والحب ما بينكم يعني انتوا في الاكاديميه كل فتره مع بعض بتنصبوا حد مدير للاكاديميه. انت شايف برضو ان الروح دي موجوده وان ده سبب نجاح الاكاديميه؟ الحمد لله احنا كلنا في عندنا انقاذ ذات وده شيء ايجابي جدا. كل مش مهم مين يكون مدير الاكاديميه، المهم ان الاكاديميه ناجحه. فكره ان يبقى في مدير اكاديميه علشان لو في اي مشاكل يقدر يتعامل معاها، لو في اي حد من اولياء الامور عنده مشكله يقدر يتواصل مع مدير الاكاديميه، انما في الاول وفي الاخر احنا كلنا واحد ومش فارق معانا موضوع مين مدير الاكاديميه او كلنا بنخدم المكان الحمد لله. طبعا. دكتور مصلحي برضه هدفكم ايه وطموحكم ايه الفتره الجايه بالنسبه للاكاديميه؟ هدفنا ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا نزود عدد الفروع عندنا نزود عدد المجموعات نبدا نشارك باكثر من فريق في دوري الحريف والدوريات الاخرى. الحقيقه اللي بيساعدنا في الموضوع ده ويدعمنا دعم كبير طبعا الحاج حسنين اكيد ربنا يوفقه ويديله الصحه معانا. كان نفسنا نعمل معاه مداخله لكن هو يعني مجهود رهيب وجبار بصراحه وبيقتصد جزء كبير مستقطع جزء كبير من وقته عشان يقعد معانا ويدعمنا وبيتابعنا خطوه بخطوه. فكره مدير الاكاديميه زي ما الدكتور احمد قال هي مش شخص هو سيستم محطوط كلنا بنشتغل في ضوءه علشان خاطر اي مشكله للاولاد تخص الاولاد او الفرق او اولياء الامور او حاجه زي كده نكون موجودين ليها. اي مشكله بنيجي نحلها لازم نقعد احنا الخمسه مع بعض ونحط ايدينا على كل مشكله. روح تعاون وحب ما بينكم اكيد طبعا ان شاء الله. والفتره الجايه ان شاء الله باذنك يا رب بنحاول ان احنا نشارك باكثر من فرقه في دوري الحريف والدوريات الاخرى وان احنا نعمل مجموعه من المباريات الوديه مع فرق الدوري الممتاز ان شاء الله. احمد بدوي نفسك توصل لايه في الكوره؟ اوصل ان انا لعيب حلو. عايز تلعب فين؟
العب في النادي الاهلي. شناوي نفسك شايف مين مثلك الاعلى في مصر؟ في مصر عصام الحضر. انت اسمك شناوي على اسم الشناوي ولا ده اسمك الحقيقي؟ لا على اسم ايه؟ على اسم الشناوي. اسمك الشناوي مش شهرة. ايه اللي بيعجبك في الحضري؟ تحركاته وبيبقى راجل وهو بيلعب وفي الطريقات بتاعته بتبقى جميلة. محمد بركات مركزك ايه في الملعب؟ بلعب باك. بركات برضو اسم الحقيقي بتاعك مش على اسم محمد بركات. مين مثلك الاعلى؟ نفسك توصل لمين؟ محمد صلاح. وانت يا عودة؟ انت ما شاء الله يعني الفقرة دي كلهم احمد عودة ومحمد بركات اسماء نجوم. بتلعب مركزك ايه في الملعب؟ مساك. مين مثلك الاعلى في المساك؟ عايز توصل تبقى زيه؟ رامس. رامس. ومين من اللعيبة المصريين؟ ايمن اشرف. دكتور مصلحي كلمة اخيرة حضرتك حابب تقول ايه وتوجهها لمين؟ اولا انا بوجه كلمة بشكر كل البراعم والناشئين اللي عندنا في الاكاديمية وبشكر حضرتك وبتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا في المواسم القادمة ان شاء الله ونقدر ان احنا نظهر عدد كبير ان شاء الله وربنا يكرمنا ونحصد القاب في الدوريات الجاية ان شاء الله. وبشكرك وبشكر اسرة البرنامج وان شاء الله ربنا يوفقنا. بنشكر حضرتك جزيلا دكتور احمد. نشكر اولا واخيرا بنتوجه لشكر بكل من دعمنا وسندنا في ان احنا نستمر في الاكاديمية. نشكر الحاج حسنين، نشكر اسره البرنامج، نشكر اسره الدوري الحريف، بصراحه احتقاق قوي استفدنا منه كتير جدا فالحمد لله. ان شاء الله احنا بنشكركم طبعا من الاكاديميات المتميزه جدا، من الاكاديميات الملتزمه جدا سلوكيا، خلقيا، فنيا، من افضل الاكاديميات اللي شاركت في دوري الحريف. يعني في نهايه فقرتنا النهارده يعني انا حابب اشكر جدا جدا اكاديميه جراند وجميع الاكاديميات المشاركه في دوري الحريف والاستاذ حسنين على دعمه ومساندته لاكاديميه جراند والموقع المواطن زي ما قلت لحضراتكم دعمه بشده لبطوله دوري الحريف. قبل ما هنهي الفقره هنسلم نجومنا الصغار شهادات التقدير زي ما قلت لحضراتكم في حفل تكريم هيبقى كبير جدا جدا جدا، ولكن احنا بنحتفل النهارده احتفال سريع بلاعبي جراند والجهاز الفني الخاص بيه. بدأ. دي كانت حلقتنا النهارده مع نجوم اكاديميه جراند، يستاهلوا اكتر من كده ويستحقوا اكتر من كده. زي ما قلت طوال الحلقه اكاديميه من افضل الاكاديميات اللي شاركت في دوري الحريف، التزام فني وخلقي وسلوكيا، ولعيبه من افضل اللعيبه اللي شفناها في دوري الحريف. ده كان تكريم سريع لاكاديميه جراند النهارده، ان شاء الله يكون في تكريم كبير بمشاركه من موقع المواطن الاخباري الاستاذ مسعد شاهين والمهندس ياسر والمهندس كرم ان شاء الله بعد نهايه دوري الحريف في جميع المراحل السنية. إن شاء الله الإعادة بكرة الساعة 10 مساء، ونلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس ميعادنا الخميس 10 مساء. مجموعة روند فيتا لأعلاف هيرمان. أعلاف نباتية هيرمان، خبرة ألمانية بأيدي مصرية.